بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقه جديده من استاد الاهلي. في البدايه طبعا بتقدم بواجب العزاء لاسر الشهداء، الشرطه طبعا، الابطال اللي دايما بيدافعوا عننا وعن ارضنا وعن طبعا كل فرد في مصر هنا بيحاول يعيش بامان جوه بلده. فبالتالي لازم من خلال قناه الاهلي نقدم هذا العزاء او واجب العزاء لاسر الضحايا والشهداء. لكل يوم بيكون موجود شهيد، طبعا الهدف الاول والاخير هو الحفاظ على وطنه في سالم وفي حاله سلام دائم بامر الله. فبالتالي كان لازم في بدايه الحلقه اتقدم بهذا الواجب، واجب العزاء لاسر الضحايا. لكن خلينا ما زلنا طبعا بنتكلم من خلال قناه الاهلي واستاد الاهلي عن مباراه النجم الساحلي، ولكن يعني في البدايه لازم اقول ان غلق باب الترشح لعضويه ومجلس اداره النادي الاهلي في الانتخابات القادمه، خلاص تم غلق باب الترشح لهذه الانتخابات القادمه اللي هتقام ان شاء الله يوم 30 نوفمبر. تم الغلق، النهارده كان اخر يوم، ان شاء الله 36 مرشح هيكون في الانتخابات القادمه، منهم أربع رؤساء هيكونوا بيتنافسوا على منصب الرئاسة. بالتالي كل التوفيق وربنا يولي من يصلح هذا الكيان العظيم. وطبعا أكيد لو كل واحد هدفه الأول والأخير هو خدمة هذا الكيان، إن شاء الله نادينا ده هيبقى في أحسن حال دائما. هي مؤسسة كبيرة، مؤسسة رياضية كبيرة، هي اللي بتقود الرياضة في مصر بشكل كبير. هتلاقي الأبطال في الألعاب الفردية، في المنتخبات الوطنية، في الألعاب الجماعية موجود عدد كبير من لاعبي النادي الأهلي، سواء بقى كرة قدم، يد، طايرة، سلة. كل ده أعتقد النادي الأهلي بيقدمه للرياضة المصرية باستمرار وعلى مدار تاريخه منذ نشأته يعني. فبالتالي كل التوفيق لكل المنافسين طبعا اللي هيكونوا موجودين في هذه الانتخابات. يا رب ان شاء الله يكون انتخابات جميله كده وتبقى هي منافسه شرسه طبعا، لان زي ما بقول لكم النادي الاهلي ده نادي كبير وكل واحد فيه عنده برنامجه اللي بيقدمه لجمعيته العموميه وللنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي الكبير اللي موجود في كل مكان وبيتطلع للاحسن دائما. واكيد دائما زي ما بنقول القرار الاول والاخير هو للجمعيه العموميه وربنا طبعا يولي من يصلح. خليني اقول لكم يعني بعض طبعا الامور الخاصه طبعا بفريقنا اللي ممكن يكون بيستعد من امبارح في استاد اسكندريه من خلال طبعا مؤتمر صحفي بدايته طبعا مع كابتن حسام البدري اللي اتكلم فيه عن بعض الامور الخاصه بالفريق. اروح سريعا لهذا المؤتمر وارجع اكمل كلامي مع حضراتكم. عاوز انعي شهداء الوطن، ان شاء الله ربنا يرحمهم برحمته ان شاء الله. واكيد كان نفسي تبقى المباراه في ظروف ثانيه، لان حادث الامس اكيد يعني مأثر على الشعب المصري بشكل كبير. ومباراه الغد زي ما احنا عارفين طبعا يعني بدون اي خوض في اهميه المباراه، هي مباراه بتصل بالفريق الفائز بكره للدور النهائي. فاكيد كلنا بنستشعر مدى اهميه المباراه. احنا بالنسبه لنا طبعا المباراه في غايه الاهميه، لان يمكن البطوله دي غايبه عننا 4 سنوات، وفي نفس الوقت البطوله الافريقيه بالنسبه لنا هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. ف ان شاء الله باذن الله نكون بكره موفقين باذن الله. اللعيبه طبعا عندها دوافع كبيره جدا وعندها رغبه كبيره جدا ان شاء الله في الوصول الى الدور النهائي ان شاء الله. واحنا طبعا كجهاز فني اكيد، لكن انا بقول ان المباراه بكره يعني انا بقول هتبقى طبعا فيها اثاره. ونتيجه المباراه الاولى زي ما انا بقول وكالعاده يمكن في كذا مؤتمر قلت ان المباراه الثانيه هي بتبقى مباراه الحسم والفيصل. فبالفعل برضه هي مباراه الغد هي الحسم والفيصل. ان شاء الله نتمنى تكون لصالحنا احنا ان شاء الله نتيجه واداء باذن الله. الاسئله في سياق المباراه في الاطار الفني ان شاء الله. بكره عايز بس اطمن عن حاله تعطيل سعيد وليد سليمان،
هل هم جاهزين ان شاء الله يلعبوا 90 دقيقه في المباراه دي؟ اللاعب الثاني اللي عايز اتكلم عليه هو هشام محمد، احنا شفناه لغايه اخر تدريب تقريبا لسه فيه كتير عليه، هل هو جاهز 100% ان هو يشارك في المباراه؟ كل اللعيبه جاهزه ان شاء الله. يعني فيه تفاصيل بالنسبه للاعبين، كل اللاعبين ان شاء الله يعني كل اللي جم، انت عندك اسماء طبعا الناس اللي موجوده في المعسكر معانا هنا، فكل اللاعبين اللي موجودين جاهزين، لان طبعا مش هجيب ولا لاعب مش جاهز للمباراه يعني، فكل اللاعبين اللي انت اذكرت اسمهم جاهزين للمباراه ان شاء الله باذن الله. واذا سمعنا بيتم تكون محاضره رئيسيه قريبا ولا ايه؟ محاضره رئيسيه قريبا ولا يعني اخبارنا كلها اشتغل حساب بهذا اللاعب. طبعا فريق النجم فريق كبير، يعني فريق النجم فريق كبير، واكبر دليل كده ان هو بيصل لهذه المحطه، يعني وصوله لهذه المحطه طبعا، والنجم عنده تاريخ طبعا، لكن كل مباراه وليها ظروفها. لكن انا باكد طبعا وكن كل احترام لفريق النجم، وما خصيتش حد من حد من فرقه النجم، يعني انا لو اتكلمت عن النجم هتكلم عليه كله يعني، وبحترم فريق النجم كله وبحترم كل اللاعبين، لكن ما اتكلمتش على بنجوره لوحده، انا اتكلمت على كل اللاعبين بتوع النجم، والنجم عنده ايجابيات في فرقته وعنده سلبيات في فرقته، هو ده اللي احنا هنشتغل عليه بكره ان شاء الله باذن الله، لكن النجم فريق كبير طبعا. وليد السنوسي قناه جيمس يا كابتن حسام، في البدايه طبعا بنتمنى لكم كل التوفيق، ونتمنى ان شاء الله البطل كل التوفيق بكره في مباراه الغد. كابتن حسام البدري طبعا مدير فني كبير، عنده لعيبه نجوم كبار طبعا شاركوا في منتخب مصر، ولكن دائما بعيدا عن الناحيه الفنيه دائما بنرجع الناحيه النفسيه وتهيئه لاعبين بحجم لعيبه النادي الاهلي لهذه المباراه واهميتها، الناحيه النفسيه وتهيئه الكابتن حسام البدري للاعبين في هذا المنتخب. يعني هو في اكيد عوامل خاصه باللاعب يعني، وانت ما بتذكر بتقول ان لعيبه النادي الاهلي لعيبه كبيره، فده بيبقى طبعا تعبير عن التاريخ وعن الانجازات اللي حققتها اللعيبه دي والخبرات اللي اكتسبوها، فاكيد طبعا هم بيشعروا باهميه مباراه الغد. ويمكن الميزه والايجابيه اللي موجوده عند لعيبه النادي الاهلي هي الشعور المتواصل والدائم في كل المباريات حتى على المستوى المحلي، يعني هي دي الميزه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، احترام الفرق الاخرى، التركيز في المباراه، فما بالك في مباراه زي بتاعه الغد. طبعا اللعيبه متاهله بشكل كويس، حوالينا بكره جماهيرنا انا سعيد ان الجماهير بكره ان شاء الله، ومتوقع ان الاستاد هيتملي، يعني انا بيقولوا 50، لا انا متوقع ان الاستاد هيتملي على اخره، جماهير النادي الاهلي ان شاء الله هتبقى الوقود ان شاء الله باذن الله لعيبه النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله. صراحه اهلا بيك يا كابتن. لو قلنا ان نتيجه الهزيمه دايما بتبقى كويسه، ف 2-1 للنادي الاهلي هناك افضل هزيمه للفريق خارج ملعبه، بالتاكيد بكره في سيناريو كابتن حسام ده اللي حاطه للمباراه على حساب الضغط الجماهيري، على حساب استعجال اللعيبه على تعويض فرق الهدف بين في ارض استاد العرب، بالتاكيد اتكلمت مع اللعيبه عن النقطتين دول، اهميه المباراه الجماهير تعويض الهدف، سيناريو المباراه تخيل كابتن حسام اتكلمت على كل النقط وسيناريو المباراه في دماغي، كل النقط اللي بتقولها ممتازه. بشكرك. لكن ما تتوضحش دلوقتي يعني، لكن انت بتتكلم في نقط في منتهى الاهميه يعني. بشكرك. السؤال الثاني اتفضل. اكيد يعني عاشور وفتحي لعيبه طبعا كبار، لكن عندنا البديل، وقد يكون في بعض الاحيان طبعا يعني البديل بيبقى في بعض الاحيان بيبقى افضل، لكن بيغيب عندنا بكره لعيبه كبار زي عاشور وفتحي، لكن الحمد لله عندنا البديل الحمد لله ان شاء الله. حسام ولكن الرساله الاخيره لجماهير النادي الاهلي اللي حضرتك شفت بالالافات كانوا مسؤولين عن المباراه. انا يعني من ساعه مباراه مصر والكونغو طبعا، يعني انا كنت هنا في مباراه مصر والكونغو، كنت في استاد برج العرب هنا، كنت بحضر المباراه وشفت مدى طبعا اهتمامنا كلنا كمصريين الاول بمباراه منتخب مصر والتاهل، والحمد لله قد كان الحمد لله وتأهلنا، لكن بجانب أهمية مباراة الكونغو شفت جماهير النادي الأهلي اللي موجودة وجماهير مصر كلها
وهي برضو بتعيد علي أهمية مباراة الغد وتأهل للنادي الأهلي إن شاء الله، فده من مدة، فأنا عارف أن الجماهير متعطشة إن شاء الله بإذن الله لتأهلنا بكرة إن شاء الله، وأنا متأكد وجودهم هيساعدنا بشكل كبير، ولعبة النادي الأهلي تقدر تفرق وهيبقوا عامل إيجابي إن شاء الله، وعارف الوعي اللي عند الجماهير، فطبعا أكيد أنا سعيد وتملي بقول وكل مرة بقول إن محور اهتمامنا وشغلنا وكيان النادي الأهلي كله بيعمل لإسعاد جماهير النادي الأهلي، يعني أنا اتعلمت كده وتربيت على كده واشتغلت على كده، وكل شغلي في النادي الأهلي عشان نسعد جماهير النادي الأهلي، فأنا سعيد بوجودهم بكرة وإن شاء الله بإذن الله يبقوا عامل إيجابي لينا بإذن الله ودفع إيجابية إن شاء الله ونحقق لهم الهدف بإذن الله. آخر حاجة حضرتك قلت في آخر مؤتمر أفكت القرار الافتتاحي للمدربين على رأس الشهداء. أكيد يعني بكرة إن شاء الله يعني حتى في المؤتمر الخاص بالمباراة النهاردة طبعا طلبنا إن احنا نلبس الشارة السوداء، وحعرف قرار طبعا الاتحاد الأفريقي، وأعتقد هو ما بيتأخرش، وفي نفس الوقت اكيد يعني بطلب ان احنا نقرا الفاتحه، وانا في الختام برضو بطلب منكم ان احنا نقرا الفاتحه ونختم ان شاء الله مؤتمرنا. بشكركم. شكرا. بشكركم. يعني واضح جدا كابتن، طبعا كل اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي تضامنا مع ارواح الشهداء بيقروا الفاتحه. طبعا دي حاجه مميزه، دايما الرياضه لازم تمارس مهامها حتى في هذه الادوار. بالتالي خليني اقول لكم، يعني كابتن حسين بدري هو بيتكلم على قائمته والسؤال عن اللعيبه اللي ممكن تكون كانت مصابه ورجعت للقائمه اللي اختارها كابتن حسين بدري لهذه المباراه. كابتن حسين بيتكلم ان اي لعيب بيخش القائمه هو جاهز لهذه المباراه، سواء بقى عبد الله السعيد، سواء وليد سليمان، سواء هشام محمد، كل اللاعبين اللي كان ممكن عليهم اي كلام ان هم اصابات هل يقدروا يلعبوا من الاول، قال لك ما دام موجود داخل القائمه يبقى قادر ان هو يبقى موجود ال 90 دقيقه من بدايتها حتى نهايتها. فبالتالي ان شاء الله كابتن حسام البدري يكون يختار افضل الاختيارات في التشكيل الاساسي بهذه المباراه، ويا رب ان شاء الله يعني يكون الامور سهله، الامور نسهلها على نفسنا من خلال طبعا حماسه تبقى موجوده، وده مش هتيجي طبعا غير من خلال القوه الداعمه من خلال الجماهير وقوة الدفاع من الجماهير إن شاء الله في المباراة، والخمسين ألف متفرج اللي هيكونوا متواجدين في المباراة واستاد الجيش ببرج العرب. لكن كابتن حسام بدري أكيد بيتكلم على الجمهور بشكل مميز، إن هو بيتكلم إن هو الوقود اللي هيكون موجود في مباراة الغد إن شاء الله. هي مباراة صعبة محتاجة مؤازرة جماهيرية كبيرة، وأعتقد الخمسين ألف بتشجيعهم اللي هيكون متميز بصبرهم بوقوفهم جنب فريقهم هيكون حاجه مميزه جدا ان شاء الله، ويكون داعم بشكل كبير لفريق النادي الاهلي غدا. احنا شايفين على الشاشه طبعا ده من معسكر الفريق باسكندريه او ببرج العرب، ووجبه العشاء بالنسبه للاعبين. كل التوفيق ليهم ان شاء الله، تبقى ايام كده جميله علينا ان شاء الله من خلال مكسب بكره، وقبل كده وصول مصر لكاس العالم، وتستمر افراح المصريين من خلال طبعا وجود النادي الاهلي في كأس العالم للأندية، بالإضافة طبعا لمنتخبنا الوطني اللي وصل لكأس العالم بروسيا بأمر الله 2018. يا رب كل التوفيق ليكم. أنا ما أقدرش نتكلم غير كده على الفريق، مش عايزين طبعا يعني دخول في فنيات، هيكون بعد الفاصل مع نجوم مصر كابتن شريف عبد المنعم، كابتن ماهر همام، كابتن سمير كمونة، لكن يعني كل التوفيق ليهم. تركيز أكيد والمسؤولية على عاتقهم كبيرة، هم عارفينها وعارفين ان بيمثلوا كيان كبير زي النادي الاهلي، بيمثلوا كجماهير عريضة على مستوى العالم، في كل حتة في العالم هتلاقي اهلوية موجودين بيشجعوا فريقهم بيتابعوه بشكل كبير، خصوصا بهذه المباراة. المباراة دي محتاجة هدف واحد والحفاظ على شباكك نظيفة، هي دي النقطة، الامان ان انت ما يخشش فيك اي هدف هو ده الاهم. كابتن حسام بدري اكيد تفكيره ان انت في البداية تأمن دفاعاتك بشكل كبير، وهجومك يبقى مميز، يبقى انصاف الفرص تبقى موجوده تقدر تسجل ان شاء الله. ده وليد ازارو امامنا اهو، واحنا بنتكلم على الفرص ان شاء الله يبقى موفق غدا في حاله اختياره كلاعب اساسي مع الفريق. ايضا عبد الله سعيد، الحمد لله على سلامتك عبد الله، دي حاجه ايضا مميزه وجود عبد الله، وبطمن جماهير الاهلي وجود لاعب مميز زي عبد الله بتطمن كتير ايضا جماهير الاهلي. عشان اجاييه اللي بقاله فتره مميز مع النادي الاهلي، ايضا صبري رحيل لاعب من اللاعبين المميزين في الجبهه اليسرى مع علي معلول،
يعني كل ده بنتكلم ايضا وليد سليمان ورجوعه وهو بشكل ان شاء الله نتمنى نكون في صحه جيده بامر الله في هذه المباراه. يعني لاعب ايضا مميز ومؤثر في المباراه وليد سليمان نجمنا نجم النادي الاهلي عماد متعب. ومش عارف انا عندي احساس ان هيكون ليه دور في هذه المباراه مؤثر بشكل كبير زي ما شفنا كده في نهائي افريقيا او الكونفدراليه مع سيوي سبورت والجون اللي جه في الدقيقه 90. ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل في المباراه ولكن عماد متعب نجم كبير ليه دور مهم في الفريق سواء بقى داخل الملعب او خارج الملعب. شيف اكرامي وحش افريقيا وجوده مع الفريق طبعا احمد عادل محمد نجيب طبعا يعني من اللعيبه المميزه اللي دائما بيكونوا موجودين في الوقت والمكان المناسب دون اي ضجر من وجوده على الدكه. يعني فعلا لاعب مميز لاعب محترف هو ده اللاعب المحترف كابتن سعيد. طبعا كل من يساهم في راحه الجماهير وسعادتهم لازم طبعا نقول اسمه طبعا عمرو السوليه. اشرب يا عمرو السوليه كده قهوه وروق دماغك عشان بكره كده تبقى رايق في الملعب ان شاء الله بامر الله. يعني كل اللاعبين يعني لازم نديهم كل الدعوات ودعواتهم ان شاء الله بان هم يبقوا سلام في المباراه ان شاء الله يطلعوا بمكسب وفوز لفريقنا بامر الله. كريم نيدفيد طبعا ميدو جابر كلهم يعني والكاميرا هي بتيجي كده انا بدعي لهم ان شاء الله. عايزين دعواتكم برضو واحنا بنتكلم للعيبه اكيد هم داخلين محاضره في بعد العشاء كده محاضره تعتبر يعني المحاضره الاخيره اي خطوط بسيطه كده او خطوط عريضه بالنسبه للمباراه الغد. كابتن حسام البدري كان موجود بيتكلم عليها من خلال محاضرات في الاسابيع او الاسبوع اللي فات كله. طبعا دي تعتبر اخر محاضره مع المحاضره بتاعت بكره ان شاء الله اللي هتكون موجوده بامر الله مع الفريق. وكلام تحفيزي من طبعا الجهاز الفني كابتن احمد ايوب امامنا على الشاشه كابتن سعيد حفيظ بنجوميته الكبيره وجوده كمدير للكره كابتن حسام طبعا قبلهم طبعا كمدير فني كابتن سيد معوض طبعا كلاعب مميز صالح جمعه امامنا على الشاشه برضو نتمنى طبعا انه يبقى في احسن حالاته بكره مؤمن زكريا يعني كل اللاعبين هشام محمد وحمد الله على سلامته حسين السيد اللي متالق في الدوري الممتاز. يعني كل اللاعبين اللي موجودين هم على قدر المسؤوليه. سعد سمير نجمنا ونجم دفاع النادي الاهلي ومحمد هاني اللي هيكون على عاتقه بكره مهام كبيره جدا في الجبهه اليمنى مكان احمد فتحي ويعوض الغياب. هم لعيبه كلهم الصراحه لما بيكونوا موجودين في مكان المكان بتاعه بيبقى مميز جدا. ايضا يعني احمد الشيخ برضو من اللعيبه المميزه. سيد اهو كابتن سيد معوض من اللعيبه اللي كانت مميزه جدا في المجابهه اليسرى وما زال حتى الان بيتميز وهو مساعد مدرب في فريق النادي. خليني اقول لكم بقى قبل ما اروح استقبل ضيوفي طبعا كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ماهر همام وكابتن سمير كمونه على 36 مرشح واساميهم بالترتيب عشان الناس برضو يبقوا عارفين بعد قفل باب الترشح مين اللي ان شاء الله هيكون موجود في انتخابات النادي الاهلي بعد او هيبقى يوم 30 نوفمبر. بالنسبه لمنصب الرئيس على تقدم اربع اسماء بالترتيب تقدمهم بالاوراق ترشحهم في الفتره السابقه استاذ محمد ثابت محمد عثمان فضل الله ايضا الهامي احمد عبد اللطيف جاد كابتن محمود ابراهيم الخطيب كابتن محمود الخطيب طبعا الاستاذ المهندس محمود طاهر حسن طاهر. دول الاربع الاسماء اللي تقدموا على منصب رئيس النادي الاهلي. ايضا بالنسبه لنائب الرئيس تقدم بالترتيب طبعا تقديم اوراق ترشحهم الاستاذ مصطفى فهمي مراد فهمي الاستاذ معالي الوزير العمري فاروق محمد عبد الحميد العمري وفي امانه الصندوق كل من مصطفى كامل زاهر الاستاذ مصطفى كامل زاهر استاذ احمد واستاذ خالد محمد علي الدرندري. فيما تقدم لمنصب العضويه 35 فوق 35 عاما 19 مرشح هم خالد سليمان ابو العلا عيد ونادر محمد حماده ومحمد حسن محمد سعد الدين واحمد زكي خليل ابراهيم وجوهر نبيل جوهر محمد وابراهيم كامل السيد الكفراوي وخالد عبد المحسن كامل مرتجي ومحمد عمر محمد الضماطي وطارق حسن عبد الحميد حسن قندي. دول يمكن تقدموا بالعضويات تحت فوق السن. اما تحت السن بالنسبه للقوائم يمكن كان موجود في قائمه المهندس محمود طاهر الثلاثي احمد مصطفى
وشيرين منصور ومروان هشام فؤاد. اما في قائمه كابتن او الكابتن محمود قائمه كابتن محمود الخطيب بالنسبه للثلاثي اللي تحت السن مهند مجدي ومحمد جمال الجرحي ومحمد سراج الدين، بالاضافه الى المستقل عمر ربيع ياسين، ده بالنسبه لتحت السن. يعني دي كانت اسماء ال 36 مرشح اللي كانوا موجودين او ترشحوا بالترتيب واساميهم بالترتيب قلناها لحضراتكم. ان شاء الله يكون انتخابات النادي الاهلي اللي سوف تقام ان شاء الله يوم 30 نوفمبر وربنا يولي من يصلح. خلينا نروح لفاصل وارجع استقبل ضيوفي ونتكلم طبعا فنيا عن مباراه الغد، المباراه المرتقبه ما بين الاهلي والنجم الساحلي في الدور او المباراه الاياب او للدور قبل النهائي. ان شاء الله يكون التوفيق حليف فريق النادي الاهلي غدا ان شاء الله. بجد الترحيب بحضراتكم. قبل ما اروح اتكلم على مباراه الغد لازم برضو فريق كره اليد رجال بينافس حاليا او بيشارك حاليا في بطوله افريقيا لكره اليد بتونس، يمكن امبارح او اولى مبارياته كانت امام الاهلي الليبي والاهلي الليبي انسحب. اما يعني في مباراه حاليا شغاله طبعا مع هرتاج الكونغولي وما زالت حاليا هذه المباراه هنتابع مع حضراتكم نتيجتها، ولكن طبعا كل التوفيق لفريق كره اليد رجال في هذه بطوله افريقيا لكره اليد رجال ابطال الدوري، كل التوفيق ليهم. طبعا يعني احنا بنتابع كل اللعبات سواء جماعيه او فرديه لان طبعا ده واجبنا هنا من خلال قناه الاهلي. برحب بنجوم مصر ونجوم النادي الاهلي كابتن ماهر همام، نجم مصر ونجم النادي الاهلي. برحب بك كابتن. كابتن فاروق اهلا بك كابتن. كويس يا رب ان شاء الله يكون كلامنا كده حلو. لا ان شاء الله باذن الله وش الكباتن اللي موجودين كابتن شريف وكابتن سمير كمونه وشهم حلو على النادي ان شاء الله. ايضا كابتن شريف عبد المنعم نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بك كابتن شريف. اهلا كابتن، اهلا بيك واهلا بضيوفك وان شاء الله يبقى استوديو وشه حلو علينا كلنا. ايضا كابتن سمير كمونه نجم مصر ونجم النادي الاهلي، برحب بك كابتن سمير. اهلا بك يا نجم وان شاء الله كده موفقين النادي الاهلي يبقى يعني نفرح بيه بكره ونفرح جماهيرنا. وبرحب طبعا بنجوم مصر الكابتن شريف والكابتن ماهر. انا اللي برحب بيكم كابتن وشرف لي ان انا اكون متواجد معاكم. يعني في البدايه كابتن، ليله المباراه دي بتبقى ليله بتبقى خاصه دائما لما للجهاز الفني واللاعبين بيبقى في استعدادات خاصه بالنسبه لهم. يعني كابتن ماهر اكيد سواء بقى حضرتك كنت لاعب او مدرب في مباراه مهمه زي كده ومصيريه، بالنسبه للفريق بيبقى في شكل معين سواء بقى طريقة أكل، طريقة نوم، بنام بدري بطريقة يعني حاجات كتير بيبقى ليها حاجات كده معينة هذه الليلة كابتن. وبسم الله الرحمن الرحيم. قبل طبعا الليلة الفنية دي يا كابتن فاروق، الليلة اللي قبل المباراة جمهور النادي الأهلي اللي هو السلاح اللي احنا بنراهن عليه، وبيراهن عليه الجهاز الفني، بيراهن عليه اللاعبين. احنا شفنا مباراة الترجي جمهور النادي الأهلي الواعي المثقف اللي فاهم صاحب البطولات مع كل العصور. راح كابتن شريف الكابتن سمير راح للتمرين وحيا طبعا اللاعبين لاعب والجهاز الفني والاداري والطبي، حتى حارس عامل غرفه الملابس نال من هذا الهتاف ومن هذا الاعجاب. فده السلاح اللي بيعتمد عليه كابتن حسام البدري بشكل كبير جدا، وده الجانب النفسي عليه كابتن. انا هو ده الوقود صراحه، يعني اللي بيهتم بيه من بدايته والبدايه كابتن حسام بعد موقف جمهور النادي الاهلي فبيجنب الجانب ده وبيبدا يخش في الجوانب الفنيه زي ما انت قلت. الكابتن حسام في المؤتمر الصحفي واضح قوي ان هو مركز بشكل كبير جدا. يمكن معظم الاسئله اللي سالت من الاخوه الصحفيين رد عليهم رد ايجابي، ما عدا طبعا الخطوط العريضه بالنسبه للتشكيل والشكل واللعيبه اللي هتبدا المباراه واللعيبه اللي في البدلاء واذا كان في لعيبه مصابه مين البديل بتاعها. يعني كل التصورات في المؤتمر الصحفي رد عليه كابتن حسام البدري. بالنسبه لتجهيزات في المعسكر طبعا انت عارف يا كابتن فاروق كلنا دخلنا المعسكرات ديت في المباراه المهمه، حتى
مباراه الدوري العام بيبقى فيها فصل بالنسبه اللعيبه بتسلم موبايلاتها للاداري، اللعيبه بتبقى كان زمان يا كابتن ما فيش دلوقتي موبايلات، ما هو دلوقتي في موبايلين واثنين وثلاثه يعني اللعيبه كل واحد عنده كان في لعيبه بقى في البدايه كنا بنعملها يديله واحد ويبقى مخبي واحد ثاني واحد بلاستيك لكن بيفصلوا والله اقول لك بقى واحد بلاستيك كده مديله ياخد اللعيبه بتفصل بشكل كبير جدا قبل مباراه 48 ساعه على اساس ان هي مهم جدا التركيز، انت عارف الاعداد الذهني للاعب والمدرب قبل المباراه مهم جدا انك انت تركز بشكل كبير. بالنسبه للتدريبات طبعا هم مواظبين بشكل جيد على التدريبات اليوميه. بالنسبه للتغذيه طبعا دكتور التغذيه موجود معاهم بشكل كبير، السعر الحراري اللي اللعيبه بتاكله قبل المباراه ب 48 ساعه كلها حاجات بتساعد اللعيبه على التنشيط الذهني والبدني. محاضره المباراه، المحاضره اللي قبل المباراه، الاطمئنان على المصابين، فريق الطب بيطمن على المصابين من خلال 48 ساعه وبينقل لكابتن حسام اول باول جاهزيه اللاعبين، عشان كابتن حسام يتحط في الاول والاخر على الهيكل والشكل والاداء اللي هيلعب بيه مباراه النجم الساحلي ان شاء الله. طيب يعني خلينا كنا لسه بقول لحضرتكم على بطوله افريقيا لكره اليد الرجال، الشوط الاول انتهى بالنسبه لهذه المباراه ما بين الاهلي وهرتاج الكونغولي و17 5 لفريق النادي الاهلي. طبعا واضح جدا فرق قوه فريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كابتن شريف خليني اكلمك عن برضه ليله المباراه، وكان دايما كابتن شريف كان بيعمل ايه؟ ده تركيز شامل طبعا والتفكير في الفرقه اللي احنا هنلاعبها، اتفرجنا عليها كتير، شفنا اللاعبين ان هم احسن لاعبين في كل خطوط الدنيا بتبقى شكليه، حتى لو انا كنت وينج ليفت او كنت وينج رايت او بلعب في اي بوزيشن بيبقى عندي برضو تفكير ازاي هساعد وسط الملعب عندي، ازاي مش هخلي جناحي يتقدم على الباك بتاعي، بيبقى عندي تفكير كتير قوي واخدني نتيجه مباراه مهمه زي دي كبيره بتوصلني الفاينل، ليها تفكير خاص، ليها اعداد خاص بيني وبين نفسي. كابتن ماهر ما سبناش حاجه، قال كل الحاجات العريضه اللي هي كل واحد يسمع الحته الفنيه بقى ما عندناش، كان يجيبوا شريط فيديو ويورونا المحاضره قبل الماتش بيومين ثلاثه او ممكن يبتدي بيها الاسبوع. كنت بتشوفوا الفريق الخاص؟ احنا كان بيبقى عندنا فرصه اسبوع قبل كل مباراه، ما كانش عندنا في الاسبوع مباريتين، كان عندنا عمليه الاستشفاء من الناس المصابين عندنا، دي اهم حاجه بتلاحم المباريات بقوه الفيتيكال فيتنس بتاعنا، ما اعرفش ما كانش بيهرب مننا، كنا على طول حتى المصابين بيبقى لهم دكاتره زي ماهر كابتن ماهر دور كبير جدا في اعداد اللعيبه زي عبد الله السعيد بكره مثلا، كل الناس بتامل ان يكون في لعيب زي ده موجود. وليد يا كابتن وليد طبعا كل ما انا بقول استشفاء للعيبه بس ده عبد الله وحشنا، عبد الله من المباراه اللي فاتت طبعا، عبد الله عنده خبره كبيره، عبد الله بيدي ثقه للجهاز الفني وبيدي ثقه للجماهير، بيقول لك عبد الله في اي وقت ممكن يجيب جول، يمكن يلعب فاول، يعمل اسيست حلو قوي لاي حد، مع اللعيبه كمان ان شاء الله اللي بتبقى جاهزه. فهو الاعداد للمباراه زي دي نفسيا بينك وبين نفسك بتبقى قادر ولا مش قادر هتقابل القصه دي. ما كناش نقدر نقول زمان انا مش هلعب، قصه انك تقول مش هلعب دي او عندي حاجه، دلوقتي بتقدر، دلوقتي بتخاف، دلوقتي بقى في البديل. زمان انا كنت عشان اقول مش هلعب بهد شكل وبغير، كنا بنلعب 4 3 3 فاروق، ما كناش بنغير 4 4 2 دي ما لعبناش، احنا كنا نجعلها في الماتش 4 4 2 زي ما احنا عايزين احنا كلاعيبه مع بعض. حتى احنا كنا المحاضره بتاعت الجامع اللي احنا بنعملها بعد الصلاه دي كانت مهمه بالنسبه لنا جدا، اللي مشتت، اللي رايح يمين رايح شمال، اللي خايف الوضع اختلف، بيبقى في خوف، خد بالك في لعيبه بتخاف لغايه 10 دقائق. خليتني كده اروح لحته، الوضع اختلف بالنسبه لتوقيت حضراتكم في اللعب ودلوقتي، في ان انا مثلا هنا دلوقتي انت بتلتزم بتعليمات المدرب بطريقه يعني زي ما بقول هي تفاصيل التفاصيل، لان الحاجات دي او التفاصيل دي بتخليك تنجح بشكل كبير. كان في وقت عندكم ان انتوا خلاص لا المباراه خلاص فاضل مثلا 10 دقائق لا لازم اتعامل بشكل مختلف، وانتوا كلعيبه بتقولوا مع بعض داخل الملعب وكله بيشيل بعض في الجزئيه دي، فبتحول الطريقه مثلا من 4 4 2 ل 4 مثلا 4 او 4 3 لا لا انا هديك سر بسيط. يعني احنا عندنا التعليمات في كابتن ماهر فاكر وكابتن سمير انا كنت من المعجبين بيه وبتفرج هو طبق بعد كده الحاجات دي كلها، وكان من اللعيبه بتعمل سبورتنج لنص الملعب زي رامي ربيعه دلوقتي ما بيحاول يعمل كده. انا هقول لك على حاجه، المحاضره ماهر كانت ايه؟ تخلصوا الماتش في اول 10 دقائق صح مهم جدا،
ليه؟ عندك مصطفى عبده طياره وشريف طياره وفلان بقى اللي هيلعب في النص مين؟ ده حكايه. نص الملعب عندنا ما شاء الله البلاي ميكر صفوت ومحسن صالح على اليمين مختار الطلقه اللي كان بيعدي عليا واضطر انا ابقى هاف ليفت يعني مختار يعدي عليا وانا اضطر انا ابقى الهاف ليفت عشان ما فيش حاجه يبقى عندنا ما حدش بقى بيقول لي الكلام ده انت فهمتني. فاول 10 دقائق احنا كانت عندنا التعليمات ليه عشان الاوبوننت او الفرقه اللي بتلعبك ما تخشش معاك في الجيم ما ياخدوش ثقه عليك وينقلوا كورتين ثلاثه يهزوك انت وانت متاخر لسه بهدف في المباراه اللي هنلعبها بكره ان شاء الله وهدف يتوجك انت لو جبت جول في اول 10 دقائق او اول ربع ساعه او اول 5 دقائق زي ما عملنا على غرار الفرق الماتشات الكبيره دايما بتلاقي اللعيبه بتبقى مركزه قوي وعندها نفس الشعور ده انا عايز اخلص بدري عشان اعزز وده اللي احنا مش عايز يرغي بقى فيه كتير دلوقتي. طب قبل ما اروح على كابتن سمير بس كلمه الشياطين الحمر كابتن كانت بتتقال من وقتكم تقريبا ليه بقى كانت بتتقال بقى في الوقت ده الشياطين الحمر عشان انا صراحه الواحد طلع عليها يعني كل واحد كان ليه شخصيه وكل واحد كان نجم كانوا 11 نجم كانوا 11 هم دي اتعملت كذا حاجه يعني على مش شياطين حمر بس كذا اغنيه يعني بس كل واحد كان سمير في الفرقه دي وعلى ايامكم برضو كان ليه شخصيه ونجم عند الناس فكان عنده مسؤوليه كبيره قوي بيدافع عن الفانيلا بيدافع عن الجماهير اللي موجوده دي كلها وبعدين بيدافع عن لقبه واسمه وحب الناس ليه وبياخد يعني الامتياز ان هو اللي بيحرز الهدف بتاع ماتش زي ده فتلاقي فينا نجوم علقت في مباريات مشهوره جدا اللي بكعبه واللي مش عارف ايه ده برده بيجي رزق من عند ربنا ان شاء الله بكره يبقى رزق ال 11 ان شاء الله. كابتن سمير بقى ليله المباراه انا عارف كانت بسبوسه برده كابتن سمير قبل المباراه لازم كابتن دي مشكله عندي يعني لازم بعد العشاء كابتن شريف كنا بنعسكر في البارون كان الكابتن ماهر معانا على طول كانت ايام حلوه دي كان فاروق معايا يعني كان فاروق برده من جيله احلى تورته ملفيه كانت هناك الكيل اللي بنقعد فيه في مصر الجديده كان على طول كنا بنتفائل بيه وكنا بنلاقي راحتنا فلازم كل معسكر بعد العشاء بيبقى فيه اوبن بوفيه بس احنا ما بناخدش الاوبن طبعا بناخد احنا البوفيه لا مفيش طبعا بناخد المنيو عادي ونطلب كل واحد زي ما هو عايز يعني زي ما حضرتك عارف يعني انت كنت ما بتلعبش ولا ايه؟ لا انا فاكر انت بيقول لك اللي مش هيلعب يقدر ياكل رز لا بيبقى معروف بس خد بالك احنا عندنا تميم انا وفاروق تاني احنا بنحكي لك عليها ناكل الوجبه العاديه عندكم البسبوسه وانا عندنا البلع ناكل الوجبه العاديه وبعدين كنا مصاحب انا ووليد صلاح وفاروق وحسام ابراهيم وبقيه المجموعه اللي هم كانوا قريبين قوي بالشيف اللي هو موجود اللي هو بالحلويات الشرقيه والكلام ده كله فمعروف كل لما نخش المعسكر البسبوسه لو كنافه لازم تيجي بقى على الاوضه لازم خلاص هو ده الباور اللي عجبينا بكره فكذا مره نتقفش كابتن سيد الله يرحمه كان يمشي ورا الراجل الشيف يحط ايده ورا ظهره كده انت رايح فين يقول انا رايح فيتهدي كده فيقول انا رايح لكابتن سمير يقول له يا ابني ده عندي كله زياده يقول له اصل غصب عني معلش طب هيزعل بقول لك يا كابتن سمير بس المره الجايه الوحيد اللي كنت الاقيه ياكل انت عارف في الفندق اللي احنا كنا فيه بدون ذكر اسمه كان في حته دايره كده تلاقيه ياكل ويفضل يتمشى ايه في الطرق يهدم عماره وزم الضحك يهدم عماره قبل زياده عماره كان ملك معالي قبل المباراه كده بيوم او يومين فتحس انه ممكن ياكل 2-3 عماره شو سويت بس كانت اجواء جميله لكن عامه كابتن سمير بقى بعيد عن الاكل طبعا ده المنظر ده مهم جدا يا كابتن وده هي التكاتف ودي قبل المباراه ان خلاص كله على قلب رجل واحد وان كله بيجتمع وبيقرا الفاتحه عشان يعني مباراه فعلا صعبه مباراه على امل كل الاهلاويين يبقوا بكره ان شاء الله في حاله مكسب فده التعهد او العهد اللي دايما بياخده لعيبه الكوره في اخر تمرين يا كابتن سمير يعني بالنسبه لكابتن سمير الجزء بقى اللي فاكر انت بتركز فيه زي ما كابتن ماهر بيتكلم وكابتن شريف بيتكلم تركيز بقى انت هتعمل ايه بكره ده كانت بتبقى في ليله المباراه مختلفه كابتن سمير ان شاء الله طبعا شفنا الصوره مع الجهاز الفني واللاعبين والجهاز الطبي والاداري يعني تلف حوالين بعض وفي ترابط وفي حب وان شاء الله تكون فتحه خير على النادي الاهلي بكره ان شاء الله نكسب احنا محتاجين هدف واحد من وجهه نظري هتكون مباراه رائعه من حيث المستوى الفني والبدني ده طبعا السيد الجيش يا كابتن يعني ده التمرين الرئيسيه بتاعت الفريق ان شاء الله في الملعب انا وجهه نظري ان هي هتكون مباراه رائعه ومن حيث المستوى الفني والبدني وطبعا كل فرقتين عارفين بعض وعارفين طريقه لعب بعض كل مدير فني من الفرقتين كابتن حسام البدري طبعا سمعناه قال ان مباراه مهمه ومباراه بالنسبه لنا طبعا حياه وموت
النادي الاهلي لما بيكون عايز مباراه زي كده بيوصل لها بياخدها. لعيبه الاهلي في الماتشات الثقيله والماتشات الحاسمه بيبقى عندها شخصيه المكسب. دي مهمه جدا ان كل جيل بيلبس تيشيرت النادي الاهلي بيستلم نفس المسؤوليه ونفس الروح وبيجيب بطولات للناديه. فانا شايف ان دور اللاعبين بكره ان شاء الله يكون ايجابي. لازم يكون في توازن، لازم يكون في هدوء، ما يكونش في صربعه. كل دي عوامل بتأدي للفوز والنجاح. بالإضافة طبعا أنت عندك بكرة جمهور عظيم جاي لك الاستاد 50,000 متفرج، ودي دوافع من دوافع النادي الأهلي. يعني تحس أن طالما الجماهير رايحة أن أنت تكسب. بالإضافة طبعا للفنيات اللي موجودة ودور اللاعبين الكبار اللي هم بينقلوا خبراتهم للعيبة اللي موجودة، أن المباراة دي مباراة حاسمة لازم نكسبها. تحفز نفسك، لازم يكون عندك روح تتحمل المسؤولية، لازم يكون عندك صبر ان انت لو الهدف اتأخر او حاجة دي مهمة جدا ما تستعجلش، الهدف هيجي لكن مفيش صربعة، مفيش حد يخرج عن النص. تعليمات الكابتن حسام بكرة لازم يكون في توازن، مش هيبقى في عشوائية من النواحي الهجومية، لازم يكون في توازن ما بين الخطوط. ما نعملش زي بعض الفرق ان هي دفاع وهجوم يعني الخطوط مش متناسقه والثلاث خطوط بعاد عن بعض ويبقى في جاب، لا كل واحد عارف دوره، كل واحد عارف تخصصه ايه. صحيح. الهدف هيجي ويعني بوجهه نظري ان الفرقه مستعديه ومتحمله المسؤوليه وكلهم الحقيقه فت. اتفرجنا عليهم مباراه الرجاء كانت بروفا كويسه. صحيح. وكله ادى اداء راقي جدا. ان شاء الله بكره نبارك للنادي الاهلي اداء ونتيجه، مع ان انا ليا وجهه نظرك في شريف كابتن ماهر ان المباريات الحاسمه اللي زي كده مش محتاجه اداء جميل قوي. انت محتاج هدف تكسب فقط لا غير، انما الاداء ممكن يجي على مستوى بقى بطوله مجمعه او دوري عام الكلام ده كله، انما ماتش زي بكره او مباراه النهائيه بتحتاج هدف ونتيجه. خاصه وانت بتقابل فرقه في كل خط فيها عندها اثنين كويسين يعني فرقه محترمه جدا. واهم حاجه انك انت عشان تكسب احترام الاخر. أكيد. هم محترمينك الحقيقه جدا. هو اتكلم على حته الاحترام الاخر وهم برضه يعني بالنسبه للمدير الفني برضه اتكلم على النادي الاهلي لان احنا بنجبر يا كابتن بقى الفرق الثانيه باسمنا طبعا الكبير بالاحترام طبعا في الملعب بسرعه الاداء بسرعه ارتداد. انت عارف احنا فاروق لاول مره هنتكلم في حاجه انت بتعرض لي دلوقتي اللعيبه بتعمل الورمنج اب اللي هو احنا بنعمله. انا عايز اكلمكم على التمرين دي يا كابتن اللي قبل الماتش. انا بعرف مين اللي هيلعب بكره ومين مش هيلعب من الورمنج اب. انت عرفت كده؟ اديني كده التشكيله. عبد الله السعيد مش هيبتدي. الله ماشي انا معاك يا كابتن. يعني عشان بيجري ورا يعني؟ لا في انت حاسس الخطوه فيها خوف شويه من الزياده عشان ما تعطلوش يعني بيبقى حاسس بنفسه. هنشوف يعني ما نعرفش ما بس انا حسيت كده وانا بتفرج على لعيبه. في لعيبه يعني شايف محمد نجيب بيجري ازاي خطوطه متعب نفسه خطوطه عامله ازاي ما يعني حتى لو بديل خدت بالك يبقى محتاجه هيبقى انا مطمن كجهاز فني ان هو الراجل ده فت. طب هشام يعني محمد هيلعب بقى ما دام قدامنا صح؟ ما تعرف ما انا ما اعرفش هو بص يا شيخ خلينا ناخد بقى تليفون واحد من جيلكم يا كابتن. واحد من نجم من نجوم خط دفاعنا ودفاع النادي الاهلي ومنتخب مصر كابتن محمود صالح. يعني طبعا واحد من الشخصيات المحترمه والجميله جدا. كابتن محمود ساخر عليك كابتن. الله يخليك يا كابتن. ازي صحتك؟ ازيك يا كابتن وحشني. حياتنا ليك. وحشني يا كابتن محمود جدا. يوفق. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن الادميه بقى كابتن ماهر همام. يا حوده في عبد المنعم نايم ولا ايه؟ ازي صحتك؟ محمود انت حاطط لي ثلاثه اقوى ثلاثه في مصر يا كابتن فاروق. دول كانوا بيخلونا اهجم زي ما انا عايز. ثلاثه محمود صالح وماهر همام زيكم دول خلونا نبرطع قدام ولا يكون فارق معانا. منور يا كابتن. كابتن سمير برضه مع حضرتك. كابتن سمير ازيك يا كابتن سمير؟ ازيك يا كابتن محمود؟ ازي حضرتك الله يخليك. ازيك منور يا كابتن. يعني كابتن يعني انت موجود بقى واحنا بنتكلم كده معايا اثنين دفاع واحنا ايه؟ وانت التالت بتاعه وانا وكابتن شريف بقى هجوم. يعني واحد كنت واحد من الناس الكابتن اللي شاركوا في مباريات امام طبعا الكره التونسيه يمكن مباراه الترجي كانت على ما اتذكر 4-1 اعتقد في 84 كان ماتش العوده. اه مش اعتقد ماتش الاولاني كان 0-0
انا ما اتذكر كان تعادل لكن المباراه الثانيه كانت 4 تقريبا يا كابتن 4-1. يعني كابتن بتشوف المباراه بكره ازاي كابتن؟ والكره التونسيه يعني انت بتخرج المنافس القوي بالنسبه لفريق النجم الساحلي من بطوله افريقيا، وبعديها باسبوع انت بتلعبه في برضه في تونس، وما زلت حتى الان عندك فرصه كبيره للتاهل على حساب الفريق الثاني التونسي بالنسبه لهذه البطوله. طبعا احنا اقصينا الترجي، الترجي ما فيش شك هو افضل نسبيا من النجم الساحلي في التاريخ والخبرات وامكانيات لعيبته. انما برضه المباراه صعبه جدا، محتاجه مجهود كبير وتركيز كبير، واعتقد لعيبه الاهلي كلها والجهاز الفني يعني متحملين المسؤوليه. عندنا امل كبير نفوز بالبطوله ونرجع تاني نلعب كاس العالم للانديه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن. يعني برضه انا نسيت السؤال بقى اللي هو ليله المباراه، احنا بنتكلم واحنا في ليله المباراه كابتن، كان في احداث مثلا كانت بتحصل معاك؟ مين كان بيقعد معاك في الغرفه كابتن اصلا في اليوم؟ كان كابتن اسامه عرابي. كابتن اسامه عرابي. كابتن اسامه عصر اجيال كتير ما شاء الله. كابتن صالح لعب مع كابتن صالح. لا كابتن صالح صعبه دي. لكن يا كابتن انا واسامه بنقعد مع بعض ليله المباراه تقريبا ما كناش بنتكلم مع بعض خالص. امال انت كان يا كابتن بنقعد نشخبط كده في الورقه ونقعد نركز ونفكر في الماتش انت ما كنتش بتخرج بره الغرفه يا كابتن اصلا؟ فترات طويله ما كنتش بتخرج بره الغرفه اصلا يا كابتن؟ لا ليله المباراه كنا بنقعد لوحدنا. بقول لك كلامي بيني وبينه هو برضه اسامه من النوع اللي بيركز قوي يعني دايما مهم التركيز قبل اللقاء قبل المسابقه. صحيح طبعا يا كابتن. وهي هي ليله المباراه كده يعني انت كلاعب ومباراه مهمه زي كده كابتن برضه تبقى ليها تركيز مختلف. بالظبط. بس على فكره في فلو برضه، في لعيب ما مش لازم يركز، هو انزل يأدي كويس. كل واحد وشخصيته. وفي واحد لو ما ركزش بشكل كويس تلاقيه بعيد عن مستواه خالص. في واحد يعني لا يبقى بيتكلم وبيضحك وهادي شويه، يعني هي بتختلف. ما كنتش بتكلم حد من العيله يا كابتن ولا انا كابتن اصلا كابتن محمود صالح؟ لا لا خالص تشوفهم بعد الموبايلات ايام محمود؟ لا حتى من التليفون الارضي حتى لا 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 خالص ما يعرفوش عننا حاجه يعني. بعد الماتش بعد الماتش بقى بتقابل الناس طبعا بتبقى فرحان، انت بتبقى عايز تقابلهم وانت فرحان يا كابتن. زي ما تبقى ساجد الحمد لله كانت جيده يعني، فبنتقابل بعد المباراه. طيب كابتن بتشوف بقى المباراه بكره كابتن بقى، يعني بعض الغيابات اللي موجوده سواء بقى احمد فتحي حسام عاشور، تشوفها ازاي في هذه المباراه ومدى تاثيرها؟ كابتن حسام بدري يمكن اتكلم على التاثير الكبير اكيد سايبه سواء حسام او احمد فتحي. لا هو المفروض النادي الاهلي نادي كبير وبيضم عناصر كتير، انت حتى البديل هتلاقيه برضه لعيب دولي يعني ما هواش يعني مش بعيد، مستويات متقاربه جدا. ممكن تكون فرق في الخبرات طبعا، وجود حسام عاشور وجود احمد فتحي خبرات كبيره سنوات طويله وبطولات كبيره، بس برضه كل اللي بينزل البديل دايما متعودين بيبقى برضه عايز يثبت وجوده وعايز يحط رجله وعايز يكسب وعايز يشرف النادي ويشرف نفسه. فان شاء الله انا بعتقد مش هيبقى فيه مش هتحس بفرق ان شاء الله. ان شاء الله. بتشوف خط دفاعنا بقى كابتن، يعني بكره اعتقد ان خط دفاع النادي الاهلي مع شريف اكرامي ليه دور كبير جدا، لان انت بتلعب فريق عايز يجيب جول فيك عشان برضه يحطك في نفس الموقف اللي حطيته فيه، وعنده هجمات ممكن يعملها بشكل جيد جدا، كرات الثابته. كابتن محمود صالح كان متميز هو كابتن ماهر طبعا في هذه الكرات الثابته باستمرار والكرات العرضيه داخل ال 18. بتشوف ازاي التعامل معاه كابتن غدا بامر الله؟ لا ما فيش شك، بس خلينا نتكلم على الديفنس بشكل بالفريق ككل يعني. تمام يا كابتن. ككل يعني يعني مسؤوليه الدفاع مش الاربعه المدافعين بس وحارس المرمى الشريف اكرام، لا التنظيم الدفاع كله يعني. واعتقد يعني يمكن المسؤوليه بتزيد شويه في انهاء الهجمه، بتبقى دايما في مواجهه مع خط الدفاع بالذات، انما التنظيم الدفاعي طبعا مطلوب من كل الفرقه. اعتقد الفتره اللي فاتت يمكن التنظيم كويس والمستويات اللعيبه من الناحيه الفرديه والجماعيه والتكتيك الفردي والجماعي كويس جدا، ومهم جدا ما حراس جون هدف لا قدر الله يبقى احنا لازم نجيب 3 اهداف عشان نفوز، بدل ما نلجا هدفين نلجا لضربات جزاء لما النتيجه 2-1 نفس نتيجه مباراه الذهاب. انما مهم جدا التركيز الدفاعي، مهم الاهتمام كابتن ماهر كابتن شريف المساحات الارتداد السريع. هو النادي الاهلي الدفاع في الفتره اللي فاتت كويس، الارتداد بيبقى سريع المساحات كويس، فان شاء الله خير باذن الله ان شاء الله. كابتن ماهر عايز تتكلم معاك. بقول لك يا محمود اتفضل. كابتن حسام يبدا بعبد الله السعيد، انت شايف يعني انت دلوقتي في عندك مشكله بالنسبه لوليد سليمان
وعبد الله السعيد، ودول عنصرين مهمين جدا بالنسبه لحسام في المباريات المهمه اللي زي النجم الساحلي، المباريات المصيريه. انت شايف ان الكابتن حسام يبدا بعنصر الخبره الممثله في وليد وعبد الله السعيد من بدايه المباراه، ولا يقعدوا كورق بديل ممكن يدفع بيهم في بدايه الشوط الثاني؟ هو طبعا الكابتن اللي هيحسم النقطه ديت الحاله التدريبيه بتاعت اللعيب او يعني الفورمه الرياضيه بتاعته. يعني احنا اجابه السؤال ده مهم، بس عشان نجاوب بصدق يعني وبتاكيد نبقى متابعين حاله اللعيبه في التدريب ايه اللي هتحصل. بس برضه هقول رايي يعني. انا بعتقد نزل عناصر الخبره مفيش شك، بافضل فريق وافضل خبره موجوده، يبقى وليد يبقى موجود وعبد الله السعيد موجود. يبداوا يعني يبداوا يا محمود التدريبيه اللي هو الفورمه. نعم يا كابتن. يبداوا بقول لك يعني يبداوا من البدايه. لا يبداوا يدفع بيهم الكابتن حسام؟ يدفع فيهم في البدايه. الاثنين مره، الاثنين مره واحده. بدايه المباراه اصعب فترات المباراه. البدايه اصعب. انت بدايه المباراه عايز ورق تضغط بيه، وعايز ورق فت، وعايز ورق جاهز سليم. ها؟ عايز ثقه، اللعيبه تبقى عندها ثقه سليم في نفس الوقت. عايز لعيبه سليمه بتجري كتير في الملعب. بتدي ثقه يا كابتن. ها؟ العناصر الثقه بتدي خبره، بتدي عناصر الخبره بتدي ثقه لزمايلها. بتلعب بكره فرقه زي النجم الساحلي مش هتسمح لك بسهوله انك انت تستلم في نص الملعب، واكيد عندهم تعليمات بضغط وعايزين يجيبوا فيه الجول، وانا بتمنى بكره ان هم يلعبونا بالمحافظه على النتيجه بتاعتهم، ده اللي اتمناه. انما انت بكره محتاج ناس بيسموها ايه؟ سوبر راننج في نص الملعب. يبقى عندنا ناس جرايه عشان لما نفقد الكوره وبتعرف تضغط نعوضها وتستقبل. مش عايزين نضغط على لعيب لسه خارج من اصابه. صحيح. زي اللي حصل لنا في حسام عاشور. هو مثلا هي وجهه نظر كابتن، وجهه نظري انا يعني زي اللي حصل في حسام عاشور يعني. صحيح. ما نعرفش الرياكشن بتاع عبد الله السعيد ممكن ايه، وممكن ربنا يعديه على خير وتلاقي عبد الله بينزل في احسن حالات، في احسن حالات النص ساعه فعلا انا عايزه، وهو يقدر يديني النص ساعه دي بكل القوه اللي هو فيها. طيب بس انا رايي الشخصي يعني وجهه نظري، لو في واحد يقدر يدي نص ساعة خمس شوط كامل ابدا بيه، ما احطوش طالما هو عنصر اساسي في الفريق احطه في البداية. وبرده لو كابتن شريف اللي هيحسم النقطة دي الفورمة الرياضية بتاعت اللعيب، حالته ايه في التدريب، هي دي اللي هتاخد القرار، هتخلي الكابتن حسام ياخد قرار مظبوط. كابتن محمود انا بشكرك شكر جزيلا. كابتن محمود اكيد هي وجهات نظر، واكيد كابتن حسام هو اقرب الناس للعيبه والشكل اللي ممكن يبتدي بيه بكره بقى الحاله البدنيه. بالظبط بالظبط. فبكل التوفيق ليهم ان شاء الله. بشكرك كابتن محمود صالح طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي وصخر الدفاع النادي الاهلي مع كابتن ماهر حمام. فاصل اروح لفاصل سريع وارجع طبعا اكمل كلامي مع نجوم مصر في الاستوديو عن ليله المباراه وشكل المباراه ان شاء الله هيكون عامل ازاي. كل التوفيق ليهم بامر الله. مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وعقب الاجتماع الفني الخاص بمباراه الاهلي والنجم الساحلي معايا في هذه اللحظات نائب رئيس طبعا فريق النجم الساحلي دكتور جلال كريفة. دكتور جلال برحب بيك طبعا في البدايه، وعايز اشكرك على الاستقبال اللي كان بالنسبه للنادي الاهلي في تونس في البدايه، اعتقد المعامله كانت بالمثل هنا في اسكندريه. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بالساده مشاهدي قناه الاهلي اينما كانوا. أنا عارف إن قناة فضائية ويشوفوها عديد من مشجعي الأهلي وحتى مش من مشجعي الأهلي. فالحمد لله اللي صار في تونس هو كان واجب قمنا به، وقمنا به بقلب مفتوح وفرحانين يعني. وهكي هي العلاقة، لأن العلاقة اللي تربط النادي الأهلي والنجم الساحلي علاقة كبيرة وعلاقة جذورها في التاريخ يعني سنوات وسنوات عديدة، ومهما تتغير مجالس الإدارة فنفس المعاملة ونفس العلاقة ونفس وبالعكس بالعكس معناها كما تقولوا عمال تزيد يعني من حسن لأحسن. بالنسبة لوصولنا للمطار برج العرب بالإسكندرية وإقامتنا بالإسكندرية وكل ما يمس وفد النجم الساحلي من ترتيبات سكن اكل شرب تنقلات مرافقه امنيه، فبصراحه نحب نشكر
الباشمهندس محمود طاهر رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره، الاخ العزيز الدكتور شيرين شيرين شمس المدير التنفيذي، سمير عدلي اخ عزيز عليا، واللي بالمناسبه لو تسمحوا اوجه له تحيه واقول له الف سلام عليك. انا كنت عارف انه عمل عمليه ومش موجود معنا، بس روحه موجوده وهو موجود في قلوبنا الحمد لله. فبالتالي وصولنا وظروف الاقامه والاستقبال بالمطار وكل هذا مش غريب على مجلس اداره النادي الاهلي. علاقات جيده جدا ما بين اداره الاهلي والنجم الساحلي. هي العلاقات فيها نوعين، علاقه جيده جدا بين الناديين، النادي الاهلي والنجم الساحلي، وفي علاقه شخصيه، علاقات شخصية بين أعضاء مجلس الإدارة وبين أعضاء مجلس إدارة النجم الساحلي. فبالتالي علاش قلت لك نوعين؟ لأنه فيه المعمول به وفيه الزيادة، وإحنا الحمد لله بيننا وبين الأهلي إحنا دائما نعتبروا حالنا بلد واحد وأهل وشعب واحد، وحتى هك تشوف حتى الألوان، ألوان أزياء الفريق النجم بالاحمر والاهلي بالاحمر، في عديد نقاط التشابه والتلاقي، وعلاقاتنا دائما والحمد لله مستمره، ويا رب ان شاء الله تدوم العلاقات هذه على طول يعني. كان بقى الاجتماع الفني الاول تحديد ايه اللي تم الاتفاق عليه والتنسيق طبعا ما بين الاهلي والنجم الساحلي في الاجتماع؟ هو عادي الاجتماع الفني دائما مثل نفس المباريات، في قبل كل مباراه في البطولات الافريقيه تصير اجتماع فني يحضر فيه مندوبين على كل فريق، ويحضر فيه ممثلي الكاف، الحكام والمراقب المباراة ومنسق والماتش كوميشنر يعني. وفي نقاط دائما بتتعاد، فهذه مش غريبة على الاهلي وعلى النجم الساحلي، لان ان شاء الله احنا تقريبا كل اسبوعين كل في عندنا مباراة يعني حفظناها عن ظهر قلب. وفي الاجتماع هذا تصير فيه التطرق لنقاط عديدة، نقاط أمنية، وصول الفرقتين للملعب، الأزياء، التحذير من عديد الأشياء، مين فيه معاقب مين فيه مش معاقب، أمور الماركتينج وأمور الصحافة والجمهور ووصول الوفد ومغادرة الوفد. فبالتالي احنا حافظين الشيء هذا والحمد لله كل هذا صار. شين شمس معانا هو، انت لسه كنت بتشكره على الهواء. لا اللي هو العلاقات واضح ان هي قويه جدا ما بين النادي الاهلي وفريق النجم الساحلي. لا هو يعني العلاقات قويه جدا، احنا بنعتبر ان احنا النجم ده الاهلي في تونس. وبعدين دكتور جلال يعني الحقيقه ان هو يعني سيبك بقى من المباراه او النجم او الاهلي، لكن هي في صداقه وشخصيه. وهو العلاقه قويه جدا على فكره بشمهندس محمود طاهر بيا، بكابتن سمير عدلي، بكابتن سيد، يعني هو علاقته قويه جدا بالمسؤولين في النادي الاهلي كلهم. وهو راجل جميل الحقيقه، وبعدين بنروح هناك احنا ما بنحسش ان احنا خرجنا بره مصر، يعني بنروح هناك اكننا لسه جوه القاهره يعني. انا قلت له في العلاقه نوعين، في علاقه بين الناديين هذه العاديه اللي ان شاء الله كل سنه تتحسن وتكون من حسن لاحسن، وفي علاقه شخصيه تكونت مع اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي واعضاء من النجم الساحلي. فبالتالي هذه شخصيه يعني علاقه حميميه، قول زي عائله واحده. ده شيء يمكن جيد وايجابي قبل مباراه مهمه طبعا في نصف النهائي، وبتحديد اياب مباراه اكيد قويه ما بين الفرقتين. لكن شايف المباراه ازاي، وشايف فرص فريق النجم الساحلي ازاي، خصوصا ان هو قدر يفوز في مباراه الذهاب 2-1؟ احنا قلنا حتى من قبل مباراه الذهاب قلنا هذا دربي، والدربي لا يخضع لا لتكهنات ولا لقوانين، ويتلعب على جزئيات بسيطه، واللي مش يكون مركز اكثر واللي مش يكون حاضر اكثر ذهنيا، خاصه ذهنيا وبدنيا، هو ان شاء الله اللي مش يتعدى. مهما كان اسم الفريق اللي مش يتعدى، احنا راضيين باللي ربي يقدره لنا وللنادي الاهلي. حظ سعيد للفرقتين، الفرقتين عندهم نفس الحظوظ، انسى مباراه الذهاب، احسن اثنين فرق موجودين في افريقيا. المفروض هذا يكون نهائي مش دور نصف نهائي، هذا دور نهائي قبل الاوان. فبالتالي كما قلت لك يعني التحضير بالنسبه للنجم وبالنسبه للاهلي، تحضير مباراه كبيره، مباراه تعطيك معناها رخصه حتى تمر للدور النهائي، مباراه هامه.
لكن المنافسة مش تكون في الميدان، بروح عالية، بروح رياضية عالية واحترام الفير بلاي. وإن شاء الله إن شاء الله المباراة تنجح كما قلت امبارح، تنجح تنظيميا وتنجح كرويا، لأنه أحسن اثنين فرق في أفريقيا مش يوريوا للعالم صورة كويسة. إن شاء الله ربي يوفقنا واللي يكسب مبروك. أستاذ اللواء، قبل ما نروح للناحية الأمنية هنتكلم عن المباراة برضو، فرص النادي الأهلي إن شاء الله الأهلي هل هو اللي هيكسبها ولا إيه؟ لا إن شاء الله طبعا، أنا بتمنى الأهلي يكسب، دكتور جابر بيتمنى النجم يكسب، وده وضع طبيعي يعني. لكن أنا شايفها مباراة يعني شايفها إنها 50-50 زي ما بيقولوا، يعني هي يعني مش مسألة النجم كسب هناك 2-1، الأهلي عنده فرصة هنا، النجم عنده فرصة. لكن الحتة اللي عايز بس أتكلم فيها هذا القدر من الصداقة وهذا القدر من الوعي من الجانبين، فده بيوصل للعيبة بتاعتهم. غير لما بكون يعني لما بكون في مباريات، أنا مش بتكلم عن النجم أو الأهلي عامة، بيبقى في شدة، فالشدة دي بتوصل للملعب تحت ويكون نتيجتها مش كويسة. احنا بنتمنى إنه فعلا الفرقتين بكرة إن شاء الله يقدم مباراة كويسة، الفرقة الأحسن توصل، وسواء احنا أو النجم فيعني بعتبرها فرقة واحدة. النجم وصل وراح له نصيب إنه يروح، فاحنا رايحين معاه، ولو احنا رحنا برضه الدكتور جاي معانا إن شاء الله إن شاء الله، ربنا يكرمنا إن شاء الله. نتكلم على الشكل الأمني طيب عن المباراة، أكيد حضور كبير من جمهور النادي الأهلي إن شاء الله 50,000 متفرج، عايزين نطمن على الناحية الأمنية بخصوص هذه المباراة، وأيضا عايز أعرف عدد الحضور من قبل جماهير النجم الساحلي هيكون كام، وإجراءات دخولهم للاستاد هتبقى إزاي؟ لا بالنسبة لجماهير النجم الساحلي يعني بنطمنهم، هم في بلدهم، احنا اتفقنا مع الأمن إن هيبقى لهم مدرج لوحدهم، هيبقى متأمن تماما في الدخول والخروج. والدخول مش مساله انه يخش من باب الاستاد، لا احنا هنعملهم من بره ولغايه ما يخرجوا بالسلامه، هو هم في بيتهم يعني، هو طبعا يعني وهيلاقوا كل حفاوه من النادي الاهلي ومن جماهير النادي الاهلي. بالنسبه هو العدد 50,000 ان شاء الله، متامن بالكامل ان شاء الله، وكل حاجه رتبناها مع الامن، والدخول والخروج بيوت معروفه وكل حاجه معروفه ان شاء الله. الرسائل اللي حابب تقولها للجماهير بشكل عام من فرقتين اللي هيلعبوا المباراه دي، ايه التحذيرات اللي انت حابب تقولها بالنسبه للجماهير؟ لا مفيش تعزيرات، لان اعتقد انه الجمهورين على وعي كامل. يعني مفيش تعصب، شجع فرقتك سواء جمهور الاهلي او جمهور النجم، شجع فرقتك بس، مالكش دعوه بالفرقه الثانيه، وربنا هيكرمه ويبقى له نصيب في الفوز ان شاء الله باذن الله، ربنا يوفقه. لكن احنا عايزين بقى يعني زي ما بنتكلم جوه مصر عايزين نتكلم كمان في افريقيا، لابد ان احنا يعني احنا بنشوف ماتشات بطوله اوروبا، الفرقه اللي بتكسب حتى الفرقه اللي خسرانه بتحيي لاعبتها، سواء اي فرقه خسرت تحيي لاعبتها لانه وصل الدور قبل النهائي، ده دور متقدم. لكن الحظ السيء شويه يعني ان هو الاهلي والنجم وقعوا قدام بعض في السيمي فاينل، هو ده المفروض انه ده فاينل فعلا يعني. فيعني الفرقه اللي تكسب الف مبروك، اللي خسر هارد لك، ويعني حظ اوفر في المره الجايه. طبعا كل واحد فينا بيتمنى فرقته تكسب، وربنا يقدم الخير ان شاء الله. شكرا. شكرا يا دكتور، وعايز منك رساله للجمهور الفرقتين برضو قبل المباراه دي ان شاء الله. هو الرسالة الوحيدة اللي الواحد يقولها هو كرة قدم فن، فالمفروض الجمهور يستمتع بالعروض الكروية الشيقة والكويسة، والناس لما تروح وتتنقل مسافات كبيرة وحتى تشجع فريقك، بس بدون كما يقولوا بدون تهور، بدون تعصب زايد، بدون تخلي المباراة مباراة كرة قدم، واللي واكيد باش يكون فيها واحد فايز وواحد منهزم. ان شاء الله تتعدى مباراة على خير، ان شاء الله تنجح كرويا وتنظيميا، وان شاء الله اللي يكسب واللي يربح يقولوا له مبروك، واللي يخسر يقولوا له هارد لك. وهذه هي الكرة، فيها ربح وفيها خاسر، وان شاء الله تتعدى على خير في ظروف طيبة، والناس كل معناها تستمتع كما قلت لك مرة ثانية. شكرا. بجد ترحيب بحضراتكم، ما زلنا مستمرين طبعا كلامنا عن ليله المباراه، واكيد مباراه الغد النجم والاهلي ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بامر الله في هذه المباراه والوصول للمباراه النهائيه، يعني كل التوفيق ليهم يعني. كابتن خليني اكلمك على
المباراه غدا كابتن. يعني كلام كتير احنا عارفين القايمه طبعا. كابتن حسام اختار مجموعه اللعيبه اللي هقولها لحضراتكم دلوقتي. شريف اكرامي في حراس المرمى، احمد عادل، محمد شناوي، دول في حراس المرمى. خط الدفاع سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعه، صبري رحيل، علي معلول، محمد هاني، حسين السيد. اما خط الوسط فهشام محمد، عمرو صليه، وليد سليمان، واحمد حمودي، صالح جمعه، احمد الشيخ، وميدو جابر، ومؤمن زكريا، كريم نيدفيد، عبد الله السعيد. اما خط الهجوم فكان عماد متعب، وليد ازارو، وجونيور اجاي. دول القائمه اللي اختاروا كابتن حسام البدري للمباراه غدا كابتن. اكيد هيكون في مجموعه لعيبه اساسيه ومجموعه احتياطي، وفي لعيبه هتخرج بره القائمه. فبالتالي كابتن ماهر، تفكير حضرتك في التشكيل، عايز التوقع والتشكيل عشان نبتدي نتكلم بقى فنيا عن المباراه بشكل ما في الجزء الخططي كابتن. بص يا كابتن فاروق، بالنسبه للنادي الاهلي، يعني النادي الاهلي نادي القار، نادي البطولات الافريقيه والمحليه والدوري والكاس والبطولات العربيه. اللعيبه دي من معدن ثمين، 29 لاعب من احسن اللعيبه اللي موجوده في العالم العربي والعالم الافريقي، اختيارات على اعلى مستوى، معظمهم لعيبه دوليين او لعيبه منتخب اولمبي. حتى الشباب اللي طالع من تحت اللي اضافه الكابتن حسام، شباب واعد بشكل كبير جدا. انا شايف ان تاريخ النادي وتاريخ هؤلاء اللاعبين هيديهم تصميم وعزيمه، وهيديهم دوافع بشكل كبير جدا ان هم يقدروا يحققوا لنا نتيجه ايجابيه. ومش بعيد عليهم يا كابتن فاروق، ومش كبير ومش كتير عليهم، لان هم في المواقف اللي بالشكل ده، المباريات اللي فيها يعني المواقف الحرجه اللي بيمر بيها الجهاز الفني، بالاصابات اللي موجود عليها معظم اللعيبه اللي بيعتمد عليها كابتن حسام البدري، واحنا اتكلمنا على قيمه وقامه زي عبد الله السعيد ووليد سليمان، ودول بيمثلوا قوه ضاربه في فرقه النادي الاهلي. لو تشوف كابتن حسام والجهاز الفني في المؤتمر الصحفي، تحس ان في حزن، ان في شقة، ان في تركيز بشكل كبير جدا. قوام الفرقه كابتن فاروق وكابتن شريف وكابتن سمير بيعتمد بشكل كبير جدا في المباريات اللي بالشكل ده على الخبرات اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي. خبره عبد الله السعيد تفرق بشكل كبير جدا، وليد خبرته بتفرق بشكل كبير، كابتن حسام بيعتمد على المباريات ديت بالدفع بهؤلاء الخبرات اللي هم بيعملوا نوع من الحافز، نوع من التميز، نوع من الانطلاقه السليمه. انا شايف ان من خلال الظروف اللي بيمر بيها الجهاز الفني واللاعبين، انا شايف الكابتن حسام البدري هيستقر على اقرابي لحراسه المرمى، محمد هاني في الباك رايت، طبعا ظروف ايقاف كابتن احمد فتحي، هيخش محمد هاني، ومحمد هاني شفناه من اللعيبه الواعده في المباراه السابقه، بيأدي بشكل كبير جدا الجانب الدفاع او الجانب الهجومي. محمد نجيب وسعد سمير قلبي دفاع، ودول من الخبرات ومن التمركز ومن القوه ومن التغطيه والميلان والرقابه بيجدها سعد سمير ونجيب. معلول في الجبهه الشمال، ومعلول بيمثل خبره كبيره جدا في صفوف النادي الاهلي، شفناها في المباراه. معلول يا كابتن، قبل ما اقطع حضرتك بس في الجزئيه دي، معلول يعني في الترجي كان حاجه، وفي النجم هناك كان حاجه ثانيه. شوفوا ان شاء الله. ان شاء الله هو عنده الحماس وعنده الدافع. مباراه الترجي كان بيعتبر من نجوم المباراه، مباراه يمكن النجم كان اقل شويه نسبيا فنيا، ما شفناش معلول بالحماسه والانطلاقات الهجوميه والكورسات العرضيه اللي كان بيأديها في مباراه الترجي. ان شاء الله المباراه دي على ملعبنا، ومحتاجين من الاطراف يا كابتن فاروق الجانب الهجومي، محتاجين الزياده العدديه عشان يبقوا قريبين من الكورسات العرضيه المؤثره للمهاجمين، لان انت من غير انطلاقات الاطراف طبعا هتبقى الامور في منتهى الصعوبه بالنسبه للاختراقات. بالنسبه لقلب الملعب هيبقى عندنا رامي، وده اضطراري بعد اصابه رامي. انا شايف رامي، ورامي كابتن حسام فكر فيه تفكير جيد جدا، ان المباراه الدوري العام السابقه دفع برامي بعد اصابه عاشور. ورامي مش المكان ده مش غريب عليه او مش بعيد عنه، يعني رامي بيجيد فتره طويله كابتن ما بيلعبوش. كابتن حسام بيحاول يجرب بس عشان يشوف بس امكانيه وجود رامي في الحته دي، لكن يعني صعوبه مباراه النجم مختلفه تماما عن سهوله مباراه الرجاء. النجم عنده اربع لعيبه في نص الملعب محمد، في مميزات الهجوميه والمميزات الدفاعيه، هم عندهم ايهاب المساكني، وعندهم حمزه الاحمر، وعندهم بنجوره الراجل ناحيه اليمين ده، ومحمد امين بن عمر،
ودول برضك لعيبه بيمثلوا المنتخب التونسي، ودول لعيبه شفناهم احنا في المباراه اللي فاتت الجبهه اليمين كانت نشطه بشكل كبير جدا من بنجوره ده. فانت محتاج اثنين من المدافعين الاقوياء زي رامي وزي السوليه يقدروا ان هم يستخلصوا بشكل كبير جدا من خط نص النجم الساحلي، ويبداوا يساعدوا الثلاثه المهاجمين اللي هم اجاي وصالح ومؤمن. انا شايف ان صالح يبدا افضل من عبد الله السعيد، لان احنا كنا بنتكلم مع الكباتن الشريف وكمونه ان المباراه دي محتاجه لعيبه جاهزه، لعيبه بقى لها فتره رجليها موجوده في الملعب، بقى لها 10 ايام بتمرن بشكل ايجابي، وبعدين ازاروا كقوه هجوميه في الخط الامامي. طيب ده يمكن توقع كابتن ماهر. كابتن شريف في اي كلام او تغييرات في المراكز كابتن ماهر مثلا حضرتك عايز تغيرها؟ تعالى نتأهل على نفسنا البروفه الاخيره لمباراه الرجاء. اعتقد لما يكون عنده ماتش كبير زي ده هيجرب الشكل اللي يقدر يلعب بيه المباراه اللي هي بتاعه النجم الساحلي. فنشوف التشكيل اللي كان موجود في ماتش الرجاء، كان حسام عاشور هو المفاجاه في التشكيل واراحه عمرو سوليه، انما كان سيعود لو كان حسام عاشور قاعد وهو عمرو السوليه خدت بالك هيكونوا في المركز ده، ما كانش هيبقى عنده اي تغييرات. بنتكلم في تفوق حسين السيد ولا علي معلول في هذه المباراه. وليد سليمان في كان طرح هو الناحيه الشمال، حمودي ادى كويس جدا وبيأدي كويس جدا طول ما هو سليم اللعيب ده، فبيبقى موجود على الخريطه وبيأدي وبيروح على الجول. من مميزاته ان هو بيحب يروح للجول ويحرز اهداف واسيست كويس قوي كمان للعيبه اللي جنبه. شفنا وليد ازارو بيعمل فنتات وبيسرق الديفنس المره اللي فاتت، وعنده وبيروح وبيجري وبيعمل عرضيات وبيشوف، مش لازم ان هو يجيب جول يا سمير. يعني انا لو جبت لي لعيب كل يوم يديني كورتين ثلاثه يسمح لي ان انا اروح على الجول كده بالشكل ده، ويديني كوره او اثنين اجيبها جون يجيبهم اجاييه او اجاييه يديله يجيبها هو سهله جون. هو الراجل عنده الحميه وعنده الاداء وكده. فبعد الكلام ماهر اتفضل وقاله انا تشكيل واضح تماما زي ما انتم قلتوه كده. بالنسبه انا الحته بس اللي هي بتاعت هشام محمد ورامي ربيعه دي بتتحسم بالنسبه للحاله البدنيه لهشام ورامي. حاله رامي الحمد لله داخل جوه الفورمه وبيلعب منتخب مصر. لكن المكان ده كابتن شريف السنس اللي انت بتتكلم عنه، سنس الاداء في الحته دي في الجزئيه دي. هل هشام محمد يعني عنده السكه دي؟ عنده هشام محمد الريتم، عنده لعيب يملك الريتم بتاع استخلاص الكره من غير ما يبقى فيه اي ورؤيته للملعب مش هتبقى متسربعه زي ربيعه، هيبقى عايز يثبت نفسه في الحته دي وعايز يأدي كويس جدا، وهيبقى مشتت بين الباص السليم ولا افساد الهجمه ولا حاجه جديده عليا، غير ان انا ببقى مستقبل الهجمات وبمتصها وبقدر اطلع الاطراف يمين وشمال. فدي من مكونات ربيعه. هشام محمد عنده المكونات دي وعنده مكونات اضافيه ان هو عنده الريتم الايقاع بتاع نص الملعب، ويقدر السوليه يعمل تبادليه معاه في التغيير. يعني السوليه ممكن تجي له كره يطمع فيها فيروح تلاقي هشام محمد هو اللي بيعمل السويتش بتاع الدفاع بتاع سوليه والكفرنج ونفس العكس. لو طلع هشام محمد زي ما كنا شايفينه في ماتش الترجي راح بواحده وشاطها وكانت من احلى حاجه، كان شكلها حلو قوي يوم ماتش يعني بدا النجم على رامي كابتن وبدا النجم الساحلي وبدا مباراه النجم لولا الاصابه. طب بالنسبه لكابتن شريف رامي ولا هشام؟ انا اعتقد هشام. هشام والتشكيل زي ما قال كابتن ماهر كده كله ويرجع رامي مكانه والدنيا تبقى سليمه قدام كابتن حمودي بالنسبه لك ولا حمودي؟ اه ما لو وليد سليمان في اي حاجه اعتقد ان حمودي مؤمن. احنا انا قلت مؤمن يا شريف. ما مؤمن وقضي جاهز مؤمن وصالح وازار ماشي اوكي. بس احنا معانا بديل جامد جدا اسمه حمودي. اصل انا ليه بقول كده؟ عشان ماتش الترجي لقيت حمودي موجود في التشكيل. ف في طب كويس يعني عندنا اثنين ثلاثه اهو في الحته دي. لا موجود يعني هتدينا ثقه ان احنا لو عبد الله سعيد مش هيبتدي عندنا صالح كويس. جمعه وعندنا الناس دي كمان هتعمل لك شكل. صالح بيبقى محتاج السرعات اللي قدامانيه عشان خلينا نحل موضوع ازارو. معلش انا هاخد الكلمه ثانيه واحده. صالح بيحب اللعيب اللي بيروح على الجول ويقدر يعمل له التشيب اللي بيعمله بتسهله. ازارو عنده الحته دي. عنده اجايه بيستلم وبيروح برده في نفس الوقت، وبيعمل ثغرات في الناحيه الشمال بتساعد اللي جايين القادمين من الخلف اللي هم زي
علي معلول، علي معلول وحسين السيد عندهم الحته دي. مين فيهم عنده سرعه الارتداد، مين فيهم الفتك الفتنس بتاعه احسن، هو ده اللي هيحدده كابتن حسام البدري، وهيشوف على خطته كمان على اللاعبين اللي موجودين في النجم الساحلي، نوعيه اللاعب اللي موجود عندي جاهز دلوقتي، مين انسب في المنطقه دي. طيب يعني قبل ما نروح للكابتن سمير خلينا بس اقول نتيجه مباراه الاهلي وهرتاج الكونغولي في بطوله افريقيا لكره اليد بتونس ابطال الدوري، 33 انتهت المباراه 33-12 لصالح فريق النادي الاهلي، مبروك. ودي اعتقد يعني ان شاء الله بشرة خير، دائما بنبقى مبسوطين لما بنسمع كده فوز للاهلي، بنتفائل ان شاء الله في اي فرقه اخرى بتلعب للاهلي. احنا بنتكلم 33-12 33-12 طبعا فرق كبير جدا، كبير جدا، واضح قوه فريق نادي الاهلي. ان شاء الله كل التوفيق ليهم في هذه البطوله. كابتن سمير خلينا اكلمك برضو على التشكيل وتوقعاتك من وجهه نظر كابتن سمير كمان. لا طبعا مش هنخرج كتير عن اللي الكباتن قالوه، طبعا الملامح واضحه والحاله البدنيه والفنيه للفرقه واضحه جدا. عندنا مشكله هي مشكله الغيابات، لكن الكابتن حسام انا بشفق عليه طبعا بكره، يعني ربنا معاه وبيفكر كتير مين يلعب مكان مين، مين يلعب مكان عاشور، هل هشام، هل رامي، عبد الله السعيد خارج من اصابه مزق في العضله او شد قوي جدا في العضله الخلفيه، وليد سليمان ماتش الاتحاد عنده مشكله طبعا، وليد ازارو مش موفق في حته التهديف، الاعب اجايه ولا لاعب وليد، كل ده يعني سيناريو بيدور في 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 اعتقاده ان هو يلعب بسيناريو اثنين اثناء المباراه، انما طبعا هو الادرى وهو اللي شايف الفرقه وعارف حاله كل لعيب، سواء اللي راجع من الاصابه او البروفه الاخيره اللي لعبها قدام الرجاء الجيده اللي احنا كسبنا فيها 4-1. وجهه نظر ان هو ممكن يبدا المباراه بشريف اكرامي، علي معلول ناحيه الشمال، ومحمد هاني ناحيه اليمين، نيم مساكين، سعد سمير، ومحمد نجيب في وسط الملعب، اثنين ارتكاز السوليه ورامي ربيعه، الثلاثي اللافات المتقدمين تحت وليد ازارو هيبقى اجاييه وصالح جمعه ومؤمن زكريا ووليد ازارو فرد صريح. هقول لك بسرعه كده، ممكن يلعب برامي مع السوليه ليه؟ لان هم عندهم وسط ملعب قوي جدا، عندهم محمد امين بن عمر احرز الهدف شوطه قويه جدا على يمين شريف اكرامي، طبعا كانت دي سببت لنا مشكله ما حدش قبله. رامي بيجيد حته الدفاع، يعني هو كمساك بيجي حته الدفاع والرقابه والانقضاض، ممكن يلعبوا قدام السوليه او جنب السوليه في الحالات دي، ان هم عندهم ناس شويط، عندهم بنجوره ناحيه اليمين وعندهم المساكن ناحيه الشمال، فكل دي برده الكابتن حسام ممكن عايز يقفلها شويه مع السوليه، هيبقى ليه ادوار دفاعيه اكتر، ان هم عندهم الجانب الهجومي قوي جدا، قوه هجومهم في احتمال عوده اكوستا ممكن يلعب معاه سعد سمير طبعا. يعني تفتكر اكوستا كابتن ولا عمرو مرعي يكمل؟ هداف الفريق وجايب 4 اهداف، المدرب بيعتمد عليه، لعب ماتشات كتير، وعمرو مرعي كان يعني قاعد على الدكه وبيحاول ينزل عمرو مرعي الشوط الثاني، انما وجهه نظر ان هو هيبدا باكوستا، ان هو لعيب بيجيد الاهداف ولعيب سريع وقوي، فهيقدر يعتمد عليه اعتماد كلي في الهجوم. طبعا ده دور هيبقى دور سعد سمير، انما قوة النجم الساحلي في نص ملعبه، عشان كده انا بقول لك هيبقى في جبهات هنا وثنائيات ما بين اجاييه وعلي معلول، لان طبعا عندهم ناحيه اليمين حمدي النجاز لعيب كويس جدا، عندهم بنجوره بيعملوا جبهه، ثنائيات دفاع وهجوم، يعني لو شفنا عمر برده موجود يا كابتن من اللعيبه المميزه برده، محمد بن عمر الديفندر اللي هو الشويط، يعني ده منتخب تونس، يعني عايز اقول لك برده يا كابتن ان هيبقى في ثنائيات هنا، هو ليه هنا حط اجاييه ناحيه علي معلول؟ انه على طول بيعملوا ربط مع بعض دفاع وهجوم، فانا شايف وجهه نظر ان هنا حمدي النجاز هيلعب ناحيه اليمين، ده برضو لعيب دولي منتخب تونس بيجيد التحركات والهجوم من ناحيه اليمين، بالاضافه ان هو بيعمل ربط مع بنجوره، بنجوره لعيب مهاري ومتحرك وبيتحرك من ورا الخطوط كويس جدا، انما هنا الاثنين اذكياء جدا، لو حمدي النجاز راح ناحيه معلول قدام في تلت الهجوم بتاع النادي الاهلي، بتلاقي بنجوره عمل طبعا نواحي دفاعيه كويسه جدا بقى باك رايت، او العكس بنجوره بقى ناحيه اليمين كوينج، بتلاقي حمدي النجاز رابط معاه وبيفضل كباك رايت او في نص الملعب بيأمن تأمين دفاعي، هي دي الجبهه الاقوى والاخطر لفرقه النجم الساحلي اللي هيعتمد عليها اعتماد كلي في النواحي الهجوميه، انما عندهم مشكله؟ عندهم مشكله، نقدر نستغلها نقاط الضعف يا كابتن، نقاط الضعف في خط ظهرهم ومن على الاطراف في التلت الدفاع بتاعهم، نقدر نستغلها على عن طريق سرعه ازارو وطبعا ابداع وذكاء صالح جمعه، ان هو العقل المفكر لو بدا مكان عبد الله السعيد، ان هو بيمسك الكوره يعني معلم،
يعرف امتى يتصرف، امتى يقف على الكوره، امتى يهاجم، امتى يدافع، يعني بيخلق لنفسه مساحه كويس جدا وبيتحرك من ورا الخطوط بشكل جيد. ده هيبقى العقل المفكر بالنسبه لنا، وهيعمل طبعا ربط هجوم ما بينه وما بين مؤمن. نقدر نستغل وليد ازارو؟ اه نقدر نستغل وليد ازارو، بس الفرود لما يلعب فرود صريح، ما يلعبش فرود من متطرف. احنا شفنا الانفراد هو لما بيبقى في القلب وبسرعته ده الطبيعي ان الفرود يكون في القلب. على صلاح جمعه زي ما كانت شريف بيتكلم شريف كده. يعني تملي معروف ان الفرود بيبقى داخل الصندوق. وفي كمان كابتن سهيل، انا كنت بتمنى فاروق ان صفت عبد الحليم يبقى موجود في الفرقه عشان اقدر اعمل القطعه من الاجنحه بدأ. اللي هي اسرق فيها الاثنين وابقى جاي بهاجمهم. فصالح عنده قصه ان هو بيشوف التحركات بتاعه الفراوده، الفيرود اللي بيقطع ناحيه دي، الفيرود هو بيبقى مجهز دماغه في الفرقه دلوقتي يا كابتن. ما هو لسه بقول لك صالح عبد الله السعيد وصالح ده معاه. خلينا كابتن اروح لك بقى، يعني واحد بيتكلم على وليد ازارو، هدفه في النجم كان بالضغط على قلب دفاع الفريق. مهم جدا وليد ازارو يقوم بالدور ده بكره، باع طبعا امكانياته ان هو يقدر بسرعات يبقى موجود امام المرمى بسرعه بمساعد زمايله، التهديف برده ده مهم. بتشوف وليد ازارو بكره والتعليمات ممكن حسام البدري بالضغط على قلبي الدفاع النجم عامل ازاي؟ بص يا فاروق، بكره هتقابل مشاكل كبيره جدا واخد بالك مع النجم الساحلي. من ناحيه ايه بقى؟ من ناحيه ان احنا هناك قدرنا نخترقهم، وقدرنا وليد ازارو يلاقي مساحات ورا قلبي الدفاع نتيجه ان هم بيهاجمونا يا شريف، واخد بالك؟ فالعدد اللي بيخش نص ملعب النادي الاهلي عدد كتير، واخد بالك، على حساب خط ظهره. هو سمير اتكلم على 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 ضعف في خط ظهرهم او الضعف اللي موجود عليه النجم الساحلي وممثل في خط الظهر، نتيجه ان احنا شفنا في المباراه طول ال 90 دقيقه عندهم بطء وعندهم عدم رقابه وعندهم عدم ميلان وعندهم عدم تغطيه بالنسبه لاطراف الملعب وبالنسبه لقلبي الدفاع كمان. يعني هم عندهم عنصر طول واخد بالك، لكن في بطء في الحركه عشان كده ظهر بالظبط، عشان كده لا. وكمان يا كابتن شريف ان النجم الساحلي عايز يكسب، فبيبان ان هو الجمل التكتيكيه بالنسبه له او الزياده العدديه بالنسبه له داخله نص ملعبك، فعشان كده تبان لنا ان خط ظهره عنده مشاكل بالنسبه للرقابه وبالنسبه للميلان وبالنسبه للتغطيه. عشان كده ازارو ظهر بمظهر جيد ان هو اخترقهم في المساحات الخاليه، كل الكور الطويله اللي كانت ورا ظهر النجم الساحلي قدر ازارو بسرعته انه يوصل للمرمى، ومنهم واحده كان ممكن يجيبها جول وتخلصنا، واخد بالك، لكن طبعا التوفيق وعدم التوفيق ما قدرش ان هو يوفق من خلالها. المباراه دي هيبقى فيها منتهى الصعوبه، لان هو هيرجع نص ملعبك وهيبدا يقرب الخطوط من بعض، ودي بتمثل لنا مشكله بالنسبه لهجوم النادي الاهلي، مش هتلاقي مساحات. في حاجه ثانيه مال الارض بتاعت النجم الساحلي غير ارض يعني مش حلوه، يعني هي دي، واعتقد ان لعيبتنا ما بتلعب على الارض زي رادس كده، قلنا المثل ده بس المساحات بيأدوا كل اللي عندهم. هي دي المشكله كويس. انك انت لما بترجع زون نص ملعبهم ويبداوا يقربوا من بعض ثلاث خطوط مسافاتهم قريبه من بعض، فانت النهارده مش هيبان ثغرات في المساح، يعني ازارو مش هيلاقي انطلاقات ورا المدافعين، لان هيبقى من 18 بالظبط، الا في كونتر اتاك لما بيهاجموا علينا، واخد بالك، بيهاجم يخش نص ملعب النادي الاهلي، هنا ممكن تبان الثغرات. فانت النهارده النجم هيجي يحاسب ويبقى حريص بشكل كبير جدا ان هو ما يجيش فيه، وان هو يبدا ياخد ثقه. طب ايه بقى كابتن في الحاله اللي بيقول عليها كابتن ماهر بقى؟ الزياده العدديه. الزياده العدديه ازاي ياخد ثقه سمير كامونه بقى؟ عارف القصه دي لما كان بيحس سمير وواقف ورا او ماهر والناس دي كانوا بياخدوا الكوره ويعدوا، كان محمود صلاح كمان اللي استعضلنا، والاقيه بيخترق بيساعد نص الملعب، فما بتعدي لعيب واثنين خلاص يبقى انت ضربت خطوط، ضرب الخطوط اللي هي في نص الملعب عندهم بتسمح للفراوده عندي يعملوا السويتشات الصغيره دي، مع الاطراف عندك كويسه ما شاء الله، عندهم كوره عاليه قوي، انت شفت مؤمن زكريا بيعمل فنت وبيفاول، وعنده الشمال بيعملها بليزنج كم كلام ده. وبعدين يا كابتن شريف كلام كبير قوي، خد بالك، فاعتقد انه هنحتاجه كابتن شريف في مباراه زي دي اللي هي الخبرات اللي بيتكلموا عليها الكباتن. الكور الطويله اللي من ورا مش هتفيدنا محمد فاروق، ليه؟ لان هم عندهم قلبي دفاع، عندهم الراجل اللي اسمه فلتناش هناك رامي البدوي دوت، ماهر بيتكلم صح، وعمر كنت لعيب كويس قوي يعني. يعني انت كور طويله، وبعدين هي طبيعه لعبنا هتديهم ثقه، هتديهم ثقه، لكن اقدر اعمل الحاجات اللي هي البينيه، الحاجات اللي على الارض، الحاجات اللي على مستوى واخد بالك، بالظبط، عشان اقدر اسيطر عليها، وبعدين في نفس الوقت اقدر اخد منها فاولات، فاولات برضه جمل من ضمن الجمل. انا عايز اتكلم بس اكمل كلام مع كابتن شريف وازارو، يعني مهمته ايه في الحته دي؟ خصوصا زي ما قلت كابتن ماهر، انت محتاج تضغط بشكل كبير، وخصوصا قلبي الدفاع، وهي دي فرصتك. بس واضح ان ازارو بيكلموه كتير قوي،
وبيقولوا له على حكايه التسللات الكتير قوي اللي هو بيعملها. فابتدينا نشوف انا وانت وابتدينا نشوف الماتش بينزل تحت سنه دلوقتي، حتى لما تيجي كور عرضيه ما بيلاقوش زي الاول، بيروح على القرابيه اول قريبه خدت بالك، او اول عارضه ورايح، لا بلاقيه بيعمل هدوء شويه وبيستنى وبيشوف وبيشوف اللعيبه اللي حواليه، ابتدى يشوف فواضح ان في حوارات كتير قوي مع ازارو. ازارو عمل حاجه جميله جدا في الماتش اللي فات، انا ماليش دعوه بقى قوه رجاء بتاعت الماتش اللي فات بتاع مطروح، ان هو بيعمل فنت بيروح لغايه ماهر همام وتتسقط من ورا بتاعه فيعمل ريتيرن ويجري يروح هو الجون ويعمل حس انه اتزنق والباك حصله وراح عاملها بالعرض. طب ما ده فوتبولر كويس جدا. فانا شايف فكر في الماتش، انا دايما بشوفه يا سمير في ماتش الترجي مش عارف ليه هو فكر تفكير الثاني قبل الاولاني. هو الطبيعي جدا هو رايح لل ما شوشرت الناس عليه برضه هات جون هات جون هات جون، فان شاء الله هو بس هو عامل هو عمل الصح ويا ريت يعمل الصح، بس يجيب هدف الكابتن ياخد الثقه ويكمل ان شاء الله. هو فاروق اهو كان فرود، انا لو بلعب جنب فاروق وجبت جول برايح فاروق ببص الاقيه زي الفريره بعد كده، فاروق ده في وسط ال 18 الغيره بتاخده وعايز يجيب جول وبيتواجد في المكان اللي فيه الكوره زي عماد متعب، عنده الملكه دي تحس مش موجود في الملعب، انما تيجي كوره عرضيه ومش شيء تلاقيه في انسب حته موجود جوه ال 18. صحيح. فهم انا شايف ازارو ان هو الهيت الوحيد اللي بيهد اي اثنين زي اللي انتوا قلتوا في العمق دول عندهم برضو ثقه زياده عن اللزوم، وهو اتسرقوا من في الجون اللي هناك كان برضو بغلطه زي دي ثقه بالزياده اتكعبل بقى ما اعرفش حصل له ايه. انت بتدوس مع شوشره الناس مع الهمامه مش هيبقى كامل الاوصاف هو في الملعب ومش هيلاقي نفسه بهذا الشكل، كمان لو هتيته وجبت فيه جول بتنزل عنده نفسيته المعنويه بتنزل اعلى تحت، عشان كده في سيناريوهات كبيره جدا لينا احنا كنادي اهلي بكره في صالحنا ارضنا وجماهيرنا واللعيبه بتاعتنا مركزه قوي وعارفين المسؤوليه شكلها ايه وعارفين انهم رايحين فاينل افريقيا اللي هم باذن الله اقدر بيه باذن الله واحسن فرقه في المجموعه. طيب خلينا واحنا بنتكلم على وليد ازارو كده نروح نشوف تقرير جمهور النادي الاهلي ورايه فتره سابقه عن وليد ازارو. والله انا شايف ان هو مهاجم كويس يعني ما فيش اي مشكله، حته الفينش دي توفيق وعدم توفيق، احنا مثلا استنينا على فلافيو مثلا سنه وشويه كان برضو بيعمل كل حاجه بس حته الفينش دي ما كانتش موجوده، انا شايف ان هو بيعمل كل حاجه وما فيش مشكله عادي جدا، يعني التوفيق وعدم التوفيق ده حاجه من عند ربنا، هو لو مهاجم مش كويس مش هيلعب، هو مهاجم صغير في السن سريع قوي بيعافر على كل كوره وبيأدي وما فيش اي مشكله خالص، اما حته مين اللي يحط الجون دي مش مشكله، هو في الاول وفي الاخر مصلحه الفريق اهم. والله هو بكره احتمال يكون ربنا يفرجها باذن الله على الولد دون، اولا هو مجهود سريع جدا ولعيب بس هو الحظ مش مديله، ولكن برضه المباراه اللي فاتت بسم الله ما شاء الله عمل لعبتين ثلاثه حلوين، هو برضه بيضيع فرص، انما ان شاء الله باذن الله بكره يمكن هو المفتاح النصر لينا باذن الله، وان شاء الله نكمل المسيره وناخد البطوله باذن الله. والله هو لعيب كبير بس هو يعني بينقصه شويه ان هو التوفيق بس قدام الجول بيضيع فرص كتير، بس هو لعيب كبير وتحركاته كويسه ويا ما حصلت مع مهاجمين كتير يعني ان هو بيضيعوا فرص في الاول عشان لسه ما خدش على الفريق قوي، بس هو لعيب يعني كبير في كل حاجه في الملعب، بس هو ناقصه بس موضوع الفينش بس هو اللي عنده شويه فيه مشكله. بص هو مش شرط المهاجم يعني، وليد ازارو بيفضي مكان فعلا ومجتهد، واحنا صبرنا على فلافيو سنه وخدنا نتائج جميله منه، فوليد هيبقى كده على فكره وهيبقى احسن من كده، وهيبقى اسرع من فلافيو لان عنده كوره بيقف على الكوره كويس بيحجز كويس بيباصي كويس بيفضي مكان لزميله، فهو جاي فما نستعجلش عليه وما نحكمش عليه بسرعه، انما ولد جميل قوي وخفيف وعنده كنترول على الكوره وان شاء الله هينفعنا كتير باذن واحد احد يعني. وليد ازارو هيعمل زي اللعيبه الافارقه الجامدين برضه، ما فيش لعيب بيجي في الاول كده ويبان، بس انا من رايي هيبقى لعيب جامد جدا وهتفوق جامد، وان شاء الله في الماتش ده انا حاسس هيجيب جون، لان النادي الاهلي انا متوقع النادي الاهلي يكسب 2-0، لان النادي الاهلي جاهز جدا اذا كان من مجلس اداره اذا كان من جماهير النادي الاهلي العريقه جماهير مصر كلها بتستنظر الماتش زي منتخب مصر، اتمنى النادي الاهلي وازارو يجيب جون ان شاء الله وعبد الله السعيد ونجوم مصر كلها جاهزين، والنادي الاهلي جاهز بدنيا كويس جدا وجاهز نفسيا وجماهير مصر كلها وجماهير النادي الاهلي مستنظره اليوم الساعه ديت. طبعا ان شاء الله كل التوفيق لفريقنا بكره، ولكن خليني اقول لكم ان في مباراه النهارده هي اللي هتحدد الطرف الاول هيكون موجود في نهائي افريقيا ابطال الدوري،
الوداد الرياضي المغربي مع اتحاد الجزائر ان شاء الله. ده هيكون الساعه 9 يعني خلاص اقل من نص ساعه هتكون هذه المباراه تبتدي او تبتدي ان شاء الله، ونشوف مين هو الطرف الاول في هذا النهائي. كل توفيق لفريقنا يكون هو الطرف الثاني ايا كان مين بقى يكون الاسم، لكن كلنا عارفين النادي الاهلي لما بيوصل النهائيات بيبقى صعب جدا التفريط في هذا النهائي. فيا رب ان شاء الله هذه عنق الزجاجة من خلال هذه المباراة أمام النجم الساحلي نخرج منها إن شاء الله نوصل نهائي. أنا متوقع إن شاء الله ومتأكد من فريقنا إن هو مش هيفرط أبدا في هذه البطولة في حالة الوصول لنهائي بأمر الله. كابتن ماهر خليني أكلمك بقى، يعني خلاص إحنا قلنا التشكيل، خطة اللعب اللي كابتن حسام البدري ممكن يعتمد عليها أمام فريق قوي زي النجم، أفضل خطوطه هو وسط الملعب والخطوط الأمامية. هو حساب طول عمره في خلال السنه الماضيه عنده استراتيجيه في التشكيل وعنده ثبات في خطه اللعب. هو بيبدا بطريقه 4-2-3-1 ودي الطريقه المفضله اللي هو مثبت من خلالها شغله ومن خلال الاستراتيجيه الهجوميه او الدفاعيه لمعظم قوام فريق النادي الاهلي. زي ما اتفقنا فاروق ان المباراه ديت طبعا بتتقسم بشكل كبير جدا. كابتن حسام بدري بيقسمها على مراحل، اهم مرحله فيها اللي هي ربع ساعه الاولى اللي احنا كلنا متفقين عليها اللي هي فيها ضغط من لعبه النادي الاهلي ومن الامام. يعني احنا محتاجين ان احنا نضغط النجم الساحلي من الامام وباكتر من عدد. يعني لو احنا اتكلمنا على ان ازارو هو راس الحربه اللي موجود في المقدمه، يبقى ازارو بيضغط على اثنين قلبي الدفاع اللي موجودين. اما الباكين فيبقى مؤمن بيضغط على باك، واجاي لو لعب بيضغط على الباك الثاني، وبعدين بيبقى صالح مع رامي مع سلية مضغطين على لعيبه نص الملعب للنجم الساحلي. في نفس الوقت هيبقى ضغط كابتن من منين؟ من قدام انا شايف انا شايف نص ملعبك. لا صعب بس انت الاوقات كابتن حسام بدري بيسيب الفريق يطلع او يسيب فريقك يبتدي فوق الدايره شويه كده دايره نص الملعب عشان يسيب المساحات ورا. هيبقى صعب يا فاروق لو انت سبت له مساحات هياخدوا ثقه، مش عايز الثقه توصل لهم. اصل انت لو سبت لي مساحه ورجعت نص ملعبك حد هبادل بقى هجم جديد فوق الدايره يا كابتن. واخد بالك انت التبادل ده هيديهم ثقه، انا مش عايز الثقه دي توصل للعبة النجم الساحلي من بدايه المباراه. فالبدايه تبقى الضغط من قدام من الثلث القداماني واخد بالك انت 18 يا كابتن وبعدين يبقى ضغط جماعي واخد بالك، بقاش ضغط فردي. الضغط فردي هتضطر انك انت لوحدك بقى عمال رايح جاي في حراسه بالظبط، فبتقلل الثقه وبتهمد اللعيب. لكن الضغط الجماعي بيأثر بشكل كبير جدا. النقطه الثانيه اللي بنمتاز بيها كلعيبه النادي الاهلي، واحنا لما بنضغط كابتن فاروق وبنبدا نستحوذ، الباصات بقى اللي في الرجل اللي بتدينا ثقه بقى. انا بدي باص لشريف فبيدي باص لكمونه بيدي لفاروق، كل دي الباصات اللي احنا مشهورين بيها اللي بتدينا ثقه. وبعد كده لما بقرب من التلت الهجومي اللي هو التلت المؤثر اقدر الاقي ثغره اشتغل من خلالها. عشان كده انتوا قلتوا عايزين ربيعه يبقى في نص الملعب بالظبط، هو اللي يقدر يفسد يقدر. انا احترمت الراي ده، انا كنت طالب هشام لان عنده الريتم، بس برضه دي اقوى انك انت بتشوف رامي يقدر يجري كتير قوي يفسد على لعيبه نص الملعب ايا كان مين هيبقى موجود بدون اي فاولات حوالين 18. ده اللي اتمناه بالظبط، لان دول خطار جدا فيها خطيره جدا حوالي 18 لو فاولات يا كابتن ده طبعا جابوا جول الاولاني بالكره عرضيه. وتملي من تعليمات الكابتن حسام ان احنا زي ما سمير بيقول كده ان احنا نحاول على قد ما نقدر واحنا بندافع ان احنا نقلل الالتحامات بيننا وبينهم بشكل كبير جدا، ما ناخدش فاولات، لان هم من ضمن الحاجات يا محمد اللي هيعتمدوا عليها. كونتر اتاك يقدر يعتمد على السرعات اللي موجوده عنده بالنسبه للفراوده اللي موجوده، اذا كان الراجل البرازيلي ده او عمرو مرعي عنده بردك بنجوره، ده بيطلع من ورا وبيمثل خطوره. محمد امين بن عمر زي ما سمير قال عنده بيجيد الصعوبات اللي خارج ال 18، واحنا شفنا الهدف اللي جابوه. فاحنا كابتن حسام تعليماته واحنا بندافع بشكل كبير جدا ان احنا ازاي نحافظ على التوازن بتاعنا، ازاي بقاش عندنا اندفاع واخد بالك انت، ونقدر نعمل فاولات حوالين ال 18 يقدروا يستغلوها اذا كان كورنر او فاولات جانبيه او فاولات مباشره. هم عندهم عناصر طول بشكل كبير جدا، بيطلع الراجل حمدي النجاز دوت، وبيطلع الراجل رامي البدوي، وبيطلع عمر كونتي اللي هو الافريقي ده كونتي بيستعملوا العاب الهواء بشكل كبير واخد بالك، وبيتميزوا بيها.
فانا كمان مش عايز اوصلهم للجزئيه دي. النقطه الثانيه محمد بالنسبه للكابتن حسام بيعتمد على اطراف الملعب، وده ده الشغل التكتيكي بقى اللي احنا متورصينه كنادي اهلي، انك انت عندك جبهات تشتغل من محمد هاني واجاي لو لعب ناحيه محمد هاني ومعلول ومؤمن او مؤمن مع هاني والعكس صحيح. النقطة الثانية مهم جدا يبقى احنا عندنا زيادة عددية، لانك انت جوه ال 18 هتقدر تعمل كروسات لازارو لو عديته مش هتلاقي حد، فلازم اذا كان مؤمن هو الجبهة من ناحية معلول ومؤمن يبقى لازم ازارو راس حربة واجاي راس حربة تاني، وكمان صالح جمعة بيكمل معاه في الزيادة العددية الحاجات اللي بتسقط من بره ال 18. عندنا طبعا اجادة بالنسبة للتصويبات المؤثرة، عندنا تصويبات صالح يقدر يصوب، رامي يقدر، سلية يقدر، فلازم نستغل الحاجات دي على النجم الساحلي. واحنا بنتكلم يا كابتن لازم برضو نشوف السيناريو بتاع الفريق التاني اللي ممكن يلعب قدامك ازاي عشان انت كمان تتعامل معاه بشكل خططي مميز. كنت في واحنا في سياق الحديث احنا بنتكلم مع بعض دلوقتي تمنيت ان هم يكونوا جايين يحافظوا على الفوز اللي عملوه، ان هم حاسين ان هم كسبوا فرقه كبيره، كسبانه اكبر فرقه عندهم في تونس في ملعبهم في تونس، فكانوا عاملين حسابك جامد جدا، ولو كانوا اتغلبوا هناك او انت زي النتيجه الايجابيه اللي انت عملتها دي 1-1 مثلا وما كانش دخل فيك الجون ده كان هيبقى هم ساتسفايد، يعني قايل لك ده النادي الاهلي. فهم لو عملوا حساب الحته دي هيدوك ارتياحيه كبيره قوي بكره ان انت تفرد في الملعب وتقدر تقول كلمتك. عشان كده دايما بنقول يا جماعه لازم نركز في اول 15 دقيقه يكون السطوه لينا احنا، يكون احنا اللي ما فاردين الملعب عشان يبقى ما يفكر ويلملم ماهر وسمير اوراقه تاني من جديد، يكون عنده عطل، عنده تشتيت، عنده انما عم الراجل اللي هو خد علينا ثقه ناحيه اليمين ده البنجوره بياخد عنده ثقه في نفسه كبيره قوي، فبيعدي من واحد اثنين وبيلعب في ارضه وبيلعب على الملعب ده حافظه والجماهير موجوده، وانت عارف الحكام طبعا بتبقى ساعات انت بتحس انها ضد اي مع صاحب الارض. جوميز حكم الغد جنوب افريقيا لا جنوب افريقيا وبعدين بيضرب بيدي ضربات جزاء كابتن، يعني احنا عايزين ناس تقع بقى جوه. طيب يبقى عندك دوشه من ناحيه مؤمن ومعلول واجاي الحته دي وبيعملوا بيعرف يعمل التوافق بيعملوا الحته دي كويس قوي، بيعملوا مشاكل دايما في ناحيه الشمال دي بتبقى بس محتاجه ان احنا نستغلها صح. غير كده انا مش عارف الحتة اللي حصلت عدم التمركز انت بتقولي خايف منهم في ايه؟ ان هم لما بيشوفوا ثغرة عندك سمير في نص الملعب بيروحوا شايطين كرة زي اللي دخلت فينا يا جماعة هناك دي. ما ينفعش ما ينفعش الراجل ده يمشي من ناحية النص دي وما يقابلش ولا لعيب من النادي الاهلي. ده الجون بتاع مؤمن يا كابتن. بص شوف بص في لغة اللغة دي دايما كانت مع مؤمن وعبد الله السعيد، تلاقي اللغة دي بيحضر له ويدي له والتاني يعمل بليسنج. في عندنا كذا لعيب عندهم اللغة دي بشوفها مع صالح وحمود يا كابتن برضه، وصالح وحمودي بيقروا بعض وبيثقوا في بعض وكل واحد حاسس بالتاني في الملعب بيبقى على طول عينه عليه فبيقدر يديله الكره امتى وفين. بص شايف العدد اللي احنا بنتكلم عليه الزياده العدديه اللي دخلت 18، بص كم احمر لو تطمع بكره وتبقى بهذا الشكل. بص ادي 1 2 3 4 واخد بالك حتى الناس المستقبليه مش هتعمل كده اذا كان نص ملعبك مأمنك وانت مطمن ان في 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 تقدم دايما بيبقى بحساب. هل الحكايه دي هتبقى انت حاسس ان نص ملعبك زي ما انتوا قلتوا ان ربيعه هيقدر يسند مع عمرو السوليه ويطمن الفراوده دي ان هم يهجموا بكل قوتهم ويعملوا كل حاجه؟ اللي انا مش عايزه بس عدم التمركز اللي حصل لنا في اخر 10 دقائق في الماتش هناك. هو ده اللي اداهم الاكسجين وخلاهم ليهم كيان وخلاهم يطمعوا فينا وزياده. هم كسبوا بحماسه بس حماسه بس بس شوطه ما حدش قابل، كله كان بيهوش، كل واحد فينا بيقول وما تجيش زي شوطه زي دي. يعني ما اقدرش اقول على شيف اكرامي ساعتها ان دي كره كان يقدر يصدها، عشان يصدها كانت تبقى معجزه لانها في ليفل المتر على الارض ده وبتهبط اول حاجه بتهبط فيها جوه الجول، يعني حتى مش متشافه انها تيجي جول. مش عايزين نديهم المساحات دي، انتوا قلتوا الحته دي مهمه جدا، مش عايزين نديهم مساحات نص الملعب، هي دي الخطوره بتاعتنا. احنا عايزين نعمل بقى كده. بص محمد احنا اللي عايزين نعمل ده اللي عملناه في ماتش الرجاء. مهاره التصويب خارج ال 18 عندنا السوليه وعندنا يفكروا زي ما فكر احمد فتحي في الشوط وعندنا رامي وصالح جمعه الحقيقه بينوع جون هايل بتاع فتحي مش كده؟ يعني صالح جمعه بينوع لعبه ساعات بيخش ويخترق وعايز يعملها بليسنج وهو بيجري بسن الجزمه باي حاجه يعملها لحد هو الجول. بيشوف صالح جمعه وبيشوط وبيحب يشوط الراجل ده طبعا زي ما احنا قلنا الزاويه ضاقت عليها فاروق
فاضطر يعمل التصرف ده. ما فكرش طبعا بوش رجله زي بس وسط كابتن جابه محمد صلاح كابتن. انت كان انت بوش رجله تشيب دي ما يفكر صالح كابتن. بص صالح صالح التغذيه بقى اللي جايه من نص الملعب ده اللي انا بقولك بيحبه. ممكن تشيب برضو قلنا اصلا يعني وشوطه ممكن يشوط بشكل هنا 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 فاروق هنا صالح اختار المساحه واختار التوقيت اللي تعمل فيه الباص ان في مساحه ورا خط ظهر الرجاء فعمل له الشيب الجميل واخد بالك ازاره عنده سرعات. بص عشان كده وجود وليد مهم هي دي هو الفينت كويس صراحه فينت عمل الكابتن بسرعته شريف فينت كويس صراحه وبعدين وجه الناس في حته وعمل رد فعل الناحيه الثانيه فاداله فرصه ان هو يسقط له الكوره. صح احنا كل اللي بنقوله ده طبعا بنسعى ان احنا نحمس لعيبتنا ونديهم الثقه وكل حاجه وان هم لعيبه ان شاء الله احسن منهم بكتير قوي ويوصلوا الفاينل. التوفيق طبعا من عند ربنا ده قبل كل شيء. كابتن سمير يمكن المدير الفني الفرنسي بيتكلم طبعا للنجم الساحلي فلويد بيتكلم على ان المباريات الكبيره والنهائيات بيبقى ليها تفاصيل صغيره جدا. التفاصيل دي لو انت يعني ما نفذتهاش ممكن تدي المباراه للخصم، فبالتالي هو بيتكلم على فريقه. ايضا انت كفريق النادي الاهلي اكيد التفاصيل الصغيره دي برضو مهمه بالنسبه لك. تركيز بالنسبه لك مهم جدا ال 90 دقيقه، التعامل بشكل خططي وتعليمات المدرب تتنفذ بالحرف الواحد، لان فعلا لو انت خرجت عن تركيزك لحظه يا كابتن سمير في المباريات اللي زي كده بتخسر كتير قوي. بص المدربين الفرنسيين تملي يا كابتن شريف كابتن ماهر شاركنا في الموضوع ده اذكياء جدا. تملي يقفل المباراه ويخطف ويجري زي ما عمل مباراه الذهاب. تملي كل المدربين فكرهم كده، يجيب هدف ويجري، ما يهتمش بقى بنواحي دفاعيه ولا نواحي هجوميه، اهم حاجه بياخد اللي هو عايزه المباراه، وهو ذكي جدا. اسبقيه. بالظبط كده، عمل اسبقيه يعني مباراه الذهاب عمل اللي قدر عليه من النواحي الفنيه والبدنيه، قرا النادي الاهلي وعرف خطوطه ونقطه القوه ونقطه الضعف وخد المباراه 2-1 ومشي. الوضع هنا هيختلف. اللي كان بيلعب بيه مع الجماهير طبعا في استاد سوس سوري الاولمبي في النجم الساحلي، جماهير قويه جدا اللي عندهم دفع عندهم روح عندهم كل ده بقى معانا احنا لصالحنا. فهو هيتفاجئ بفرقه النادي الاهلي. تحول تحول ده مهم جدا. الاصرار على المكسب هيلاقيه، هيبقى الضغط في نص الملعب، الفرص، الانفرادات، هيلاقي الدنيا تانية خالص غير اللي هو جاري غير اللي شافه من النادي، هيلاقي الدنيا تانية خالص فهيتفاجئ. فممكن احنا اول ربع ساعه ان شاء الله ربنا يكرمنا نفاجئه، بس باسباب باهداف. رقم واحد يا كابتن فاروق، الفرقه من ناحية الهجوميه فرقه النجم فرقه مؤثره جدا، عندهم تلت الهجومي صعب قوي ان انت تتعامل معاه. عشان اتعامل معاه رقم واحد يكون في رقابه من نص الملعب، الكره ما تجيليش للمدافعين، دي مهمه جدا، هتسهل الامور على خط ظهر النادي الاهلي مع شريف اكرامي. عندهم محمد امين بن عمر شويط على اعلى مستوى، رامي ربيعه لو بدا ده هدف الكابتن حسام ان هو يمنع التصدي ويمنع الشوط هو وعمرو السوليه، كل دي داخله في التركيز برضو اللي انت بتتكلم فيها. عندنا مشكله في الكره العرضيه اللي لينا واللي علينا. يعني احنا جبنا جون كره عرضيه وهم جابوا جون كره عرضيه، ما فيهاش مشكله خالص، لا احنا نركز، يبقى عندنا هنقلل الفاولات اللي قدام ال 18 تركيز تام خالص على الاطراف، فاولات بكل اي منطقه. عندهم جانب هجومي قوي جدا، عندهم كرات عرضيه على اعلى مستوى سواء كورنرز او فاول على الطرف او من العمق، فكل ده ما كانش هم بيلعبوك النهارده على السيمي فاينال يعني ده ابسط رد. فدي ميزه عندهم. من الواجبات بتاعتنا كمدافعين يا كابتن فاروق بقى هنا بقى المان تو مان داخل ال 18، تركيز على اعلى مستوى، لازم يكون في توازن ما بين الخطوط زي ما كلمتك كده. رامي ربيعه والسوليه دورهم ان هم ما يجيبوش علينا الهجمات، هيقلل عليك الضغط وهيقلل عليك ان انت تهاجم بسهوله جدا من على الاطراف عن طريق مؤمن زكريا واجاييه ووليد ازار وصالح جمعه يصنع الاهداف بالنقطة اللي أنا بقول لك عليها، لو ضغطت عليهم في نص الملعب هتقدر إن أنت تشكل عليهم وتعمل شغل كويس جدا. طيب برضه لازم نتكلم على عجاية يا كابتن. يعني بتشوفوا دوره المؤثر الفترة اللي فاتت، يعني بيدي فعلا النادي الأهلي رئة في الجزء الهجومي في حالة عدم توفيق بعض اللعيبة. برضه لازم نتكلم ونديله حقه بأمانة. لا حقيقي هو لعيب مميز وبعدين جوكر، يعني بيقدر محمد لما بتحدفه مثلا على اطراف بيدي لك بشكل وكمان لما بتستعمله تسعه ونص تحت راس الحربه كمان بيجيب بشكل كبير جدا، وعشرة بتستعمله 10
كمان بيجيب بشكل كبير بصراحه جاي. يعني انا شايف ان الصفقه جميله جدا، قدرنا ان احنا ربنا وفقنا من خلالها. هو فرد طبعا فرده جامده كويس. لا ما هي عنده ميزه برضه كابتن، انت بتقول على طول تملي المصطلح بتاع فرده جامده. فرده جامده لا حقيقي يعني. وازار وهم خد بالك كمان كانوا بيلعبوا في 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 الدوري التونسي والدوري المغربي، فعندهم درايه بشكل كبير جدا بالفرق دي. النقطه كمان يا محمد المهم مهمه جدا ان احنا لازم ناخد بالنا، احنا في حاله لو جبنا هدف في النجم الساحلي هتفرق 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 معانا بشكل كبير كويس، وفي نفس الوقت هتقلقنا لان النجم هيضطر انه يغير من طريقه لعبه، هيضطر يغير من شكله، هيضطر ان هو يندفع ببعض اللاعبين بالزياده العدديه عشان يعوض عشان يجيب. هنا بقى دور الخطوط بتاعتنا الاجهزه الفنيه بالظبط كده. يعني احنا لازم برضك مهم جدا ان احنا نشرح للساده المشاهدين ان في حاله النادي الاهلي جاب جول ايه اللي ممكن يعمله الكابتن حسام البدري، وايه اللي ممكن تعمله فريق النادي الاهلي، لان دي برضك استراتيجيه من ضمن استراتيجيات المباراه. دور مدرب لكن انت بالظبط دور مدرب الكابتن حسام مطالب منه ان هو في خمس دقايق دول ان هو ينظم خطوطنا الثلاثه تنظيم دفاعي على اعلى مستوى، ونبدا نستغل الاندفاع الهجومي للعبة النجم الساحلي ان احنا نستغل السرعات اللي موجوده عندنا في الكونتر اتاك لازارو او اجاي او مؤمن او صالح جمعه المدافعين من الخلف. عايز تضيف على جنرال يا كابتن حاجه؟ يعني ايه؟ لا ما شاء الله عنده ثقه اليومين دول، وطول ما هو سليم بيأدي بارتياحيه وبيستلم الكوره دلوقتي براحته، وبقى عنده ثقه كده ولغه مع الناس. انا ما بيبقى الجمهور ما بيزيطش عليا، عنده كاريزما غير بتحبه وبيلعب مع زملاته بتحبه. يعني اللعيبه كلها كمان صعب قوي ما يخش فرقه انا ويحبوني كلهم. اكتسب بسرعه الحب اللي هو وليد بيدور عليه، يمكن اكتسب وليد الحب من اللعيبه بس لسه ما اكتسبش النجوميه اللي هي بينه وبين الناس، او الثقه ان انا النهارده اقول انا رايح اتفرج على وليد. انا النهارده رايح اتفرج على جاي بكره، انا بكره رايح اتفرج على صالح جمعه. رايحين نتفرج على صالح جمعه ليه؟ الراجل حط نفسه وفضل ورا نفسه وقال انا كده اشتغل، وحسام البدري راهن عليه. ولو اقل من كده ما حد، لا يعني حسام البدري جابه لازم يكمل في حته في صالح جمعه يا جماعه. ده كان راح في حته مش هيرجع منها تاني. ده جابه ووصله المنتخب، راح المنتخب. حسام البدري يحسب له هذا اللاعب، هو لازم يكمل يا كابتن برضه. لازم يكمل الحته دي. هو مع نفسه كان بيتمرن في جيمات وبيروح لعب على نفسه ولعب على ادائه وكل حاجه. عايز يزود بقى الحته ان هو يبقى فورم وبيركز يعدي سنتين ثلاثه. عم صالح هات لنا بس كام بطوله كده اكتر من كده كمان لازم نشوف. كابتن عايز تضيف على اجاي مثلا؟ انا بشوف مثلا وجهه نظري ان هو كمان حتى دوره الدفاعي يا كابتن سمير من ناحيه معلول بيقوم بيه بشكل كويس، يعني بعيد عن دوره الهجومي كمان. بص انا بحيي اي حد في النادي الاهلي اتعاقد مع اجاي. اجاي من اسامه بقى، بص عشان كابتن اسامه كنا هنا مع بعض في الاستوديو هو كابتن ربيع واتكلمنا تشريف في قناه الاهلي اول ما اجاي كابتن سمير قبل ما حضرتك، فكان بيقول اجاي، قلت له اجاي كابتن كنت بقعد اضايق انا بقى كابتن، بحب اهرج مع كابتن اسامه انت عارف دمه قوي. يقول لي يا عم انت مش فاهم حاجه. لسه لا فعلا لعيب كويس هم اختاروه بشكل كويس. لا كان الاختيارات كانت موفقه جدا. لعيب بيجيد اكتر من مركز، بيلعب هاف شمال هاف يمين، وبيلعب فيرود صريح، بيجيب اجوان زي ما قلنا مقبول، يعني كاريزمته موجوده مع اللعيبه والجماهير. راجل هداف من اذكى اللعيبه الافارقه اللي جت مصر، مؤدب مؤدب في الملعب، بيتغير ما عندوش مشاكل خالص، لا بيزعل ولا بيكشر. النواحي الاخلاقيه ما مش هنختلف عليها، انما النواحي الفنيه عايز اتكلم في نقطه مهمه جدا. اللعيب الوحيد اللي بيفيدك فنيا من نواحي التلت الهجومي للنادي الاهلي كل مباراه، لو ما جابش جون يعمل لك جون بارز وواضح، واخد بالك؟ كابتن حسام بيوظفه، بيعمل جبهه دلوقتي مع معلول ناحيه الشمال، بيأدي الدور الهجومي كويس جدا، ارتداد سريع لنص الملعب، ويعمل نواحي دفاعيه مع علي معلول ولوحده. بالظبط، برافو عليك ما شاء الله. يعني زي محمد صلاح في المنتخب كده، محمد صلاح السبرنتر، ابص الاقيه باك رايت. كمان عنده ميزه جوه ال 18 مش موجوده في فراوده كتير افارقه بالذات، ان هو ذكي بيتحرك فين الكوره موجوده داخل ال 18 بيروح لها، وفعلا توقيته والتايمنج بتاعه بيبقى صح، وبيقدر ان هو يجيب جون او يقدر يعمل حاجات التاتش. بيحب الكوره والكوره بتحبه. مظبوط. فهو من الصفقات الناجحه، وانا متوقع ان هو هيبقى من افضل اللعيبه اللي موجودين في الدوري المصري. ما ينفعش انتوا معايا يا كابتن وشايفين الدوري المصري مشتعل حتى الان بالشكل ده، والنتائج يعني بتشوف المصري بورسعيدي اول الدوري بيتعادل مع الرجاء اخر الدوري، واول نقطه للرجاء في بطوله الدوري امبارح سموحه بيتغلب على نادي الزمالك بثلاث اهداف.
بتشوف ان النتائج حتى الان تلعب دور ان شاء الله ان شاء الله من وجهه نظركم طبعا ككباتن كبار في النادي الاهلي قبل كده ان النادي الاهلي ياخد الدوري زي السنه اللي فاتت كده قبل الاسابيع ما تخلص طبعا في حاله مؤجلات ان هو يكسبها منافسه شريفه واخد بالك من السنه اللي فاتت فاروق واضح قوي يعني كان المقصه واخد بالك وكان المصري خالص يا كابتن والسنه دي بقى بنحيي المقاولين وبنحيي المصري ان هم ماشيين بخطوات بصراحه السنه دي افضل من السنوات اللي قبل كده لكن المارد الاحمر طول عمره مرعب ما لوش دعوه بالكلام ده المنافس التقليدي الزمالك ضيع نقاط تهزم المباراه اللي فاتت الفرق كذا 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 النادي الاهلي لما ان شاء الله يخلص البطوله الافريقيه باذن الله ويتوجها كبطل هيقفل الملف الافريقي وهيبدا يشتغل في الملف الدوري العام الجمهور كمان هينسى اللي هو اللي هو الجمهور هينسى اصلا البطوله المحببه بالنسبه لنا فطبعا النادي الاهلي عارف وهو فين والنادي الاهلي ان شاء الله باذن الله بارك له بس في البطوله الاول البطوله الافريقيه وبعدين نفتح بقى ملف الدوري العام ان شاء الله ونقدر ان احنا كمان باذن الله على نهايه الدور الاولاني يبقى النادي الاهلي على قمه الدوري العام ان شاء الله كابتن شريف نفسه على الدوري ان شاء الله بالاداء يعني انا شايف ان في فرق حابه يكون ليها وجود في الدوري العام وما تعرفش الظروف يبقى شكلها ايه انما باذن الله الاهلي هو الاهلي تربى على كده الحقيقه كان في مقوله صالح سليم وديكوتي الله يرحمهم الاثنين يقول لك انتوا عايزين البطوله ولا مش عايزينها؟ انتوا مش عايزين البطوله اي حد بقى يفكر يعني ديكوتي ده كابتن مش ما عندناش حد كان يقول لك اي حد ياخد البطوله انتوا عايزينها ولا مش عايزينها؟ انتوا اول ناس تقدروا تقرروا مين اللي هياخد البطوله؟ انتوا عايزينها خلاص دي بتاعتكم بادائكم باللعيبه دي بالمختاره فاتربينا على كده احنا ما عندناش حاجه كنا انا لو تعادلت ماتش وماهر عارف ما بننزلش الشارع لغايه لما بنلعب الماتش اللي بعده صحيح فدي لغه النادي الاهلي المبادئ اللي هي مبادئه ايه بطولات يمكن كابتن سمير انا بقول ليه كده ان النتائج نفسها يعني بتشوف المقص السنه فاتت اللي هو كان منافس النادي الاهلي مش السنه دي يعتبر في المؤخره يعني خلاص يعني ده رجاء هو الرجاء قرب منه يعني ايضا نادي الزمالك المنافس التقليدي بيخسر وبيتعادل مباريات كثيره قبل مباراه الامس فبالتالي انا بقول ان كل الامور مؤهبه او مؤهله للنادي الاهلي للحصول على بطوله الدوري بدري نتيجه طبعا ادائه طبعا ونتائجه والمباريات المؤجله سواء بقى المقصه او الاسماعيلي او المقاولين العرب دول ثلاث مباريات المؤجله زي طبعا المباراه الثانيه كابتن سامي. لا احنا طبعا كامنيه ومحبين للنادي الاهلي وكنا لعيبه قديمه ده نتمنى النادي الاهلي ياخد الدوري على طول انما بتتكلم على الورق وبتتكلم على السيناريوهات اللي حصلت ومباريات مؤجله طبعا عندك الاسماعيلي اول دوري عندك المصري عندك سموحه عندك المقاولين كل دي فرق بتسعى للمقدمه انما هي طبعا طول عمرنا بنقول ان الدوري صاحب النفس الطويل هو اللي بياخد الدوري وريحونا بيني وبينك على احنا استريحنا فاروق احنا داخلين على كاس عالم خد بالك كنت بطولات دوليه وبتاع خلاص بقى نطلع من هنا البطوله محسومه بدري شويه لروسيا كابتن احنا مع بعض ان شاء الله فطبعا المؤجلات هتحسم الموقف النادي الاهلي وبقيه الفرق طبعا النادي الاهلي هو الافضل والاحسن من حيث بقى طبعا النواحي البدنيه والفنيه طبعا وده الطبيعي اللي واضح بطوله افريقيا كمان بتاعت الزمالك كابتن ماهر دي مهمه جدا يعني بطوله تسعه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى اضافه نلعب كاس عالم انديه هتدينا دفعه قويه جدا ان احنا العوده للدوري المباريات المؤجله نقدر ان احنا نكسبها وننافس على البطوله رقم 40 للدوري الممتاز بالاضافه طبعا لبطوله افريقيا تبقى رقم 9 ان شاء الله ده طموحنا ان احنا نرجع نلعب كاس عالم انديه تاني انما الدوري العام السنه دي كويس كويس في مفاجات وفي فرق المستوى بيرتقي والضوء على الدوري المصري بقى زي الاول انما انا شايف ان الدوري حلو الدور الثاني كمان هيبقى احسن اكيد الفرق القويه بتتغلب من فرق اقل منها شويه زي نادي الزمالك نادي كبير نادي سموحه امبارح كسبوا 3-0 الشكل العام يعني المباراه كانت حلوه لكن تنظيم الخطوط في فرقه نادي الزمالك ما كانش متناسب يعني او ما كانش لائق في المباراه سموحه كان الافضل وقدر ان هو يكسب المباراه بقيه المباريات طبعا يعني مباراه حلوه انما ان شاء الله انا وجهه نظري بتروجيت ودجله كله وطبعا الاسماعيلي كابتن مال انا مش عاجبني قصه تغيير المدربين دي في وسط كابتن خلاص ده بقى هنا ما ده بقت عرف بالنسبه يعني بقت عرف غريب جدا لعيب كسب ماتشين وتعادل ماتش واتغلب ماتشين كان هاني رمزي طبعا من الاتحاد مش موجود دلوقتي عزل حلقات يا كابتن شريف دي عايزه حلقه عزل حلقات مدربين حد ست اسابيع لسه بدري يا كابتن
بتتكلم مش فاهم انا واحد كسبان ماتشين ومغلوب ماتش او ماتشين وبعدين يقول له لا انت هو انت بتلعب على بطوله من امتى انت كنت بتلعب على بطوله؟ انت بتلعب على وجود مشرف موجود لجماهيرك انت لما تبقى عندك ميزانيه ضخمه جدا وتشتري لعيبه مصر كلها وتحطها عندك وتخسر ابتدي عاقبك او ابتدي اتكلم عنها انما انت او تحاسب لسه بدري او تحاسب يعني انا انا بصراحه بحترم الناس بتوع سموحه جدا لانه بيدوا فرص كبيره جدا للمدربين الى ان المدرب بيقول انا معلش حظي وحش مظبوط مع الفريق مؤسسه او اثنين المقاول العرب نفس الكلام بيحافظ نفس على نفس الكلام يعني المدرب لوحده بيحس ان هو ما فيش لغه بينه وبين والنادي الاهلي الفريق او بينه وبين لعيبه انما اقصاء لعيب كبير وبالشكل وعالمي وبتاع ده مش مصلحه الفرقه ولا مصلحه يا اما ساعات انا اقول لك في حاجه كنت كان في احد الكباتن قال لي ما عندهمش ميزانيات فبيصدقوا بيحصل الدروب ده وبيروحوا مغيرين هم مشوا كابتن هاني رمزي جاب واحد فرنسي طب ما ده اكيد هيبقى ثلاث ده التريب عبء كبير طب انت بتقول يعني امكانيات يعني ده كده انت هتدفع المرتب اكتر والدولار الله يعني. اعلم بقى خلاص بقى خلينا بقى كابتن بقى ايه نخلينا في ماتشين احنا احنا بنفكر نبقى مدربين ولا كابتن توجه كلمه لجمهور النادي الاهلي بكره واللعيبه طبعا وتوقعاتك بقى الماتش عشان انا ممكن اتوقع صح اديله التذكره بعد ما الماتش يخلص جمهور انت اللي هتديله التذكره لا انا هاخدها انت مالكش يعني جمهور النادي الاهلي طبعا طول عمره بيساند فرقته طول عمره صاحب بطولات هو بيشاركنا في البطولات اذا كان في اللعيبه القدامى او اللعيبه الموجودين حاليا هو بيعتبر اللاعب رقم 12 ورا هؤلاء النجوم مش عايزين نستعجل وانتوا عارفين مش عايزين نستعجل لعبتنا بكره من خلال 90 دقيقه عايزين يبقى الهتافات كلها ايجابيه تشجيعيه بتحمس اللعيبه لما نجيب جول نشجع اكتر القدر يجي فينا جول نشجع اكتر عشان نعوض نجيب جول نشجع اكتر عشان نحافظ على الجول ده ونزوده اللي ودانا كاس العالم زي ما انت بتقول التشجيع بعد الهدف ما جه فينا بالظبط حمست اللعيبه بالنسبه لعيبه النادي الاهلي طبعا انتوا في نادي القرن نادي ما شاء الله حافل بالبطولات المحليه والافريقيه والدوليه بتحفروا اسمكم في تاريخ النادي الاهلي الجيل دوت من افضل الاجيال اللي جت في كره القدم في النادي الاهلي المباراه انا عارف المباراه اللي بالشكل ده بيبان معدن لعيبه النادي الاهلي واصلهم وبيبان الدوافع من خلال لعيبه النادي الاهلي على التصميم والعزيمه على مكسب المباراه نتمنى طبعا للجهاز الفني كابتن حسام التوفيق ان ربنا يوفقه في طريقه اللعب والخطه وان لعيبه تنفذ كل ما يطلب منها كابتن شريف انا بتمنى من الجمهور ان احنا بنشجع النادي الاهلي فقط يعني احنا رايحين بكره للنادي الاهلي مالناش دعوه بفرقه النجم خالص مالناش دعوه باي تشجيع خارج عن النطاق لان احنا الناس دي استقبلونا كويس هناك واحنا استقبلناهم الحمد لله وفي زي ما انتم شفتوا التقارير اللي انتم طلعتوها قد ايه الحب اللي بيننا وبينهم فهم يستحقوا الحقيقه ان احنا نقابلهم طبعا. حتى في الملعب ونسقف لهم وهم نازلين ان دول زي ما الراجل قال احنا جايين نستمتع يعني بفرقتين كبار قوي في الملعب تاني حاجه بقول للاعيبتنا انزلوا اي حاجه ضايقتكم في الماتش اللي فات من الاحداث اللي حصلت جوه الماتش طلعوها بقى بكره متعوا نفسكم بكره صحيح. كل ما هتمتعوا نفسكم انتوا لعيبه كبيره قوي هتترجم لاهداف صحيح كابتن سمير لا يعني الكباتن ما سابوليش حاجه خلاص بقى كده احنا جايين عشان انت هنا اخر غريب لا احنا بهزر لا طبعا جماهير النادي الاهلي جماهير كبيره طبعا وياما صنعت انجازات مع الفرقه طبعا بتشتغل شغل فني وهم ليهم دور طبعا تشجيع ومحبين لناديهم وطبعا بنحترم طبعا فرقه النجم الساحلي نقول لهم طبعا منورين بلاكو التاني يعني الاستقبال كان حلو هناك الروح رياضيه طبعا للفرقتين ما عندناش اي مشكله نتمنى نشوف لقاء قوي جدا من النواحي الفنيه تشجيع من هنا ومن هنا خصوصا من فرقه النادي الاهلي او تشجيع في جماهير النادي الاهلي جماهير كبيره طبعا بتساند فرقتها طول المشوار سواء افريقيا او كاس مصر او الدوري طبعا بنلاقيهم يعني في ظهرنا على طول ان شاء الله بكره يبقوا مكسبنا الرئيسي باذن الله بكره ان شاء الله مع اللاعبين وكل التوفيق لفرقه النادي الاهلي وان شاء الله نبارك لهم بكره شكرا كابتن سمير شكرا الف شكرا لك شكرا كابتن ماهر بشكرك شكرا كابتن فاروق شكرا كابتن شريف كابتن فاروق بشكرك على كباتن الجمال دول اللي توصيهم يعني حبيبي كابتن شريف يعني كل التوفيق ان شاء الله لفريق النادي الاهلي طبعا كباتن مصر واحنا بنتكلم على ليله المباراه كده يعني ايه قالوا كل التفاصيل اللي ممكن تكون موجوده بكره حتى بجماهيرنا ورساله لجماهيرنا ان شاء الله يكونوا متواجدين مع فريقنا بشكل مميز بمؤازره حتى اخر دقيقه في المباراه وارد ان المباراه يبقى فيها هدف في الدقيقه الاخيره وارد يعني نفضل موجودين مع فريقنا ان شاء الله لكن كل التمني
ان شاء الله ان المباراه تخلص من البدايه عشان نستريح كده واحنا قاعدين بنتفرج او بيتفرجوا في الاستاد ولا في التلفزيونات ولا في اي حته في مصر يبقوا كده مستريحين بامر الله في هذه المباراه. بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا الناقد الرياضي استاذ محمد ابو الخير، كلام ايضا على مباراه النجم وبعض الامور اللي ممكن تكون حدثت في النادي الاهلي حاليا.